أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على اللهم محمد صل على وآل محمد محمد، فرجهم وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. مخالفون على خصام مع التاريخ، أما نحن الشيعة فعادتنا أننا على مصالحة مع التاريخ، بمعنى أننا لا نخجل من شيء نجده في التاريخ ولا نغطيه أو نعتم عليه، بل نتعاطى معه تعاطيا إيجابيا وتلقائيا. أما مخالفون فهم عموما على خصام مع هذا التاريخ الإسلامي، لأنهم يجدونه في كثير من مراحله ومحطاته محرجا لهم ومهددا لعقائدهم الفاسدة. ومن أكثر ما يحرجهم ويهدد عقائدهم ما يتعلق بتواريخ من يعتبرونهم رموزا لهم، كأبي بكر وعمر وعثمان ومن شابه. فهؤلاء ارتكبوا في سيرهم كثيرا من الفظائع والمنكرات والبدع والمحدثات والمخالفات الصريحة للشرع وللدين، فسجل كل ذلك في صفحات التاريخ التي شكلت بمجموعها مأزقا كبيرا لأهل الخلاف، فراموا إثر ذلك إلى دفن هذه الصفحات أو طمسها أو إخراجها لا أقل عن محيط النظر العام. فهم يعلمون أبناءهم ألا يقرأوا تلك الصفحات إن كانت موجودة وسلمت من الطمس، ويعلمونهم تاليا أنهم إن قرأوا ألا يعملوا عقولهم وألا يبحثوا ولا يفتشوا فيما وراء تلك الأحداث، وإنما يلقنونهم دائما هذا التلقين المستمر أن عليكم الكف عما شجر بين من يسمونهم الصحابة. نحن من جانبنا نصر على أن ننفتح على هذا التاريخ بإيجابياته بسلبياته بحسناته بمساوئه، وأن نتعاطى معه بهذه الروح الانفتاحية العلمية. لماذا؟ لأننا لا نجد التاريخ يشكل خطرا على عقيدتنا أو على ديننا، بل على العكس من ذلك فإنه يقوي موقفنا أكثر فأكثر، ويبين أننا على الحق بحمد الله تعالى، إذ لا نقبل على أنفسنا أن نوالي شخصية من الشخصيات التي ابتدعت أو فسقت أو ظلمت أو ما أشبه. وورقتنا البحثية لهذا اليوم هي في هذا المضمار إنجاز التعبير، فإننا نعرض نموذجا لما يمكن أن يفر منه أهل الخلاف، ونريد أن نظهره لأبنائهم المستنيرين الذين نرجو إن شاء الله تعالى لهم الوعي والهدى. شخصية
كشخصية الطاغية الثالث عثمان بن عفان لعنة الله عليه، هي إحدى تلك الشخصيات التي حاول أهل الخلاف وبذلوا جهدهم لأجل تلميعها أو تحسين صورتها، في حين أن المقلب لصفحات التاريخ يكتشف بشكل واضح أن هذه الشخصية شخصية منحرفة ظالمة دنيوية لا أقل، بعيدة تماما عن روح الإسلام وعما كان عليه سيد الأنام صلى الله عليه وآله. عثمان كما تعلمون انتفضت عليه الجماهير الإسلامية في ثورة غير مسبوقة في عهد الإسلام، جاءه المصريون وجاءه الكوفيون وجاءه البصريون وجاءه اليمنيون وجاءه من جاءه من شرق المدينة بلاد هجر وما والاها، ناهيك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا في المدينة المنورة، كلهم اجتمعوا على خلعه وعلى عزله عن منصب الحاكم الذي كان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الثورة الإسلامية الكبرى لم تكن لتقع لولا أن هذا الرجل فسد وأفسد في البلاد والعباد بما استفز تلك الجماهير وجعلتها تنتفض عليه. لا يعقل أن تكون هذه الثورة الكبيرة قد اشتعلت من فراغ، لابد أن لها أسبابها وموجباتها. فالذي يسطح الأمور ويقول بأن هذه الثورة العظيمة الكبيرة كانت عبارة عن مجرد تمرد من بعض السبائية ومن أشبه، هذا يكون رجلا متغافلا عن الحقائق، وهو كمثل القائل بأن الثورة التي اشتعلت مثلا في ليبيا على معمر القذافي كانت فقط من مجموعة من العملاء المرتبطين بحلف النايتو مثلا، كما كان يقوله القذافي في أواخر أيام حكمه، أن هذه مجموعة صغيرة وجرذان وإلى آخره ومرتبطين بحلف النايتو والقضية هكذا. هذا تسطيح للأمور أيها الإخوة. لا يعقل أن تكون هنالك جماعة قليلة وشوية عملاء لليهود كما يزعم هؤلاء الذين يستغبون أنفسهم ويستغبون الناس، لا يعقل أن هذه الجماعة القليلة تستطيع أن تخلع حاكما إمبراطورا في آنذاك كان يحكم من الشرق إلى الغرب من أذربيجان وتلك المناطق إلى أقاصي المغرب الإسلامي، كل هذه الرقعة الشاسعة وفيها الصناديد وفيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها القبائل وفيها العشائر وفيها الأمراء أمراء البلدان والأمصار وكل هذه الهياكل الحكومية الموجودة التي تستطيع أن تخمد أي تمرد، لا يعقل أنه جماعة قليلة وبسيطة أجلبوا على عثمان وحاصروه طوال 40 يوما أكثر من شهر، واستطاعت هذه الجماعة التي هي مجرد جماعة عميلة لليهود أو متأثرة بالفكر السبئي الأسطوري الذي يزعمونه، تستطيع أنه هكذا تقلب الحكم وتغير الوضع كاملا. لابد إذن لهذه الثورة من أن يكون قد اشترك فيها السواد الأعظم من المسلمين، ولابد أن يكون لها أسبابها العقلائية الطبيعية التي هي بالفعل تؤثر في تحقيقها. فلو أن أحدا اليوم زعم أن القذافي سقط بسبب حفنة من الناس أو جماعة من الناس لاستهزأ الناس بمقولته هذه، وكذلك فيما لو قال إن حسني مبارك أيضا سقط بسبب مجموعات قليلة أجلبت أو شغبت عليه، وهكذا بالنسبة إلى
زين العابدين بن علي ومن أشبه. فإذا عثمان سقط بيد المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين من شتى الأمصار الذين جاءوا وحاصروه أولا، فوضوه على أن يخلع نفسه فعاند ولم يقبل، فخلعوه بالقوة وتمخض عن ذلك قتله. من أكثر ما نقمه الناس على عثمان ومن بينهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان هذا الأمر، أن هذا الرجل كان يفضل أقرباءه وأهل بيته على سائر المسلمين، ويحبوهم بالعطايا وبالأموال من بيت مال المسلمين، ويوزعهم على الأمصار على البلدان يحكمونها كيفما شاءوا وكأنها إقطاعيات لهؤلاء الغلمان من بني أمية، مع أنه كان في ذلك الزمان كبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان فيهم صلحاء، ومع ذا عزلهم عثمان ولم يولهم. أما الغلمان من بني أمية فوزعهم على البلدان وجعلهم يتحكمون في البلاد والعباد، عليكم السلام ورحمة الله. وكأن الرجل اعتبر الدولة الإسلامية ومال المسلمين وحكومة المسلمين وبلاد المسلمين ملكا له ولبني أبيه، كأنه هكذا إقطاع، وشكل طبقة نستطيع أن نطلق عليها طبقة أرستقراطية هكذا، هي تتحكم في رقاب الناس، وصارت هنالك فجوة كبيرة في السلم الاجتماعي. الطبقة المتوسطة بدأت تنعدم وتزول، كانت هنالك طبقة عليا ثرية وطبقة فقيرة جدا، الطبقة المتوسطة بدأت تزول. هنالك حديث نبدأ به ويرويه البلاذري في كتابه أنساب الأشراف، ورقم الحديث 1667 بسنده عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما ولي عثمان كره ولايته نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن عثمان كان يحب قومه، فولي الناس 12 حجة، يعني 12 سنة، وكان كثيرا ما يولي من بني أمية من لم يكن له مع النبي صلى الله عليه وآله صحبة. هذا كلام سعيد بن المسيب الذي يعد عدلا مرضيا ثقة عند المخالفين ومن كبار التابعين، يقول 12 سنة، 12 سنة تولى فيها عثمان، بمجرد ما بدأ ولايته كره نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولايته. لماذا؟ لأنه كان يحب قومه بني أمية، وكان كثيرا ما يولي من بني أمية من لم يكن له مع النبي صلى الله عليه وآله صحبة. كان يولي البلدان الإمارات، يوليها من أي شخص من بني أمية حتى إن لم يكن له مع النبي صلى الله عليه وآله صحبة، كأن الحكم صار لبني أمية. أنا أعجب أحيانا من بعض من يزعم أن الملك العضوض بدأ مع معاوية،
لا، الملك العضوض إن تأملت جيدا بدأ مع عثمان. عثمان هو من فتح الطريق لأن يجعلها ملكية، الحكومة تصبح ملكية. بطانته من بني أمية، ولاته أمراؤه من بني أمية، أموال بيوت مال المسلمين بيد بني أمية، والآمر الناهي هم بنو أمية لا غيره. وكان كثيرا ما يولي من بني أمية من لم يكن له مع النبي صلى الله عليه وآله صحبة، فكان يجيء من أمرائه ما ينكره أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، وكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم. يأتي من أمرائه أنهم فعلوا كذا وكذا من الأحداث، من البدع، من المظالم، من الفسق، من الفجور، وكان ذلك ينكره أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فيأتون لعثمان شاكين مستعتبين، ولكن عثمان يصر على رأيه فلا يعزلهم، يتمادى في الغي. فلما كان في الست الأواخر، هو حكم 12 سنة، الست الأواخر منها، استأثر ببني عمه فولاهم، وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر، فمكث عليها سنين، فجاء أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه، وقد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر. بلغ به الحال أن يولي عبد الله ابن سعد بن أبي سرح هذا المنافق المرتد سابقا ولاه مصر، وكأنه ليس في البلاد من هو صالح لكي يوليه أرض مصر إلا هذا الرجل. وأهل مصر لما رأوا ظلم هذا الرجل وفسقه جاءوا إلى عثمان يشكونه ويتظلمون منه. ومن قبل كانت من عثمان حسب تعبير البلاذري في روايته عن سعيد بن المسيب كانت له هنات. ما معنى هنات؟ الهنات معناها ما يستقبح ذكره، يقال كان لفلان هنات تجاه فلان، أي أنه قد جاء بشيء يستقبح ذكره لا يستحب ذكره، إما أنه سبه سبة فاحشة أو ضربه مثلا أو آذاه أو ما شاكل. فهم يريدون هاهنا أن يغطوا على ما جاء به عثمان تجاه هؤلاء الأجلاء وكيف أنه قد آذاهم. عثمان مثلا بالنسبة إلى عمار بن ياسر طعن في أمه، طعن في أمه بكلمة قبيحة بذيئة تدل على أصله الخسيس، مع أن أم عمار بن ياسر امرأة تعتبر من سيدات المسلمات، من سيدات الإسلام أصلا، أول شهيدة في الإسلام سمية صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة. فهكذا هو يتحدث مع عمار ويقول له يا ابن الكذا، هذه الهنات، هذه الهنات مذكورة في التاريخ. يقول وقد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر، إلى آخر الرواية التي لا تفيدنا تفاصيلها كثيرا. فشاهدنا من هذه الرواية التي نبدأ بها ماذا؟
أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كرهوا هذه الحالة وكرهوا ولاية عثمان وشكوا ما صنعه من تولية أقاربه على رقاب الناس، وكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم بل يتمادى أكثر، إلى حد أنه يظلم رجالا كأمثال عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمار بن ياسر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الأمر شكل أزمة كبرى. هذا الرجل مصر على أن يحول الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض، وأن يجعلها كشركة مقفلة على أهل بيته، على بني عمه وأقربائه. فشكل هذا الأمر أزمة كبرى أدت في جملة ما أدت إليه إلى انفراط عقد التحالف الثقفي. كان هنالك تحالف بين رجال السقيفة ومن والاهم، وكان على أساس أن ينال كل واحد من هؤلاء نصيبا من كعكة الحكم. كان المقدر هكذا، مثلا أن يتولى أولا أبو بكر، ثم يفضي بها إلى عمر، ثم عمر يفضي بها إلى أبي عبيدة بن الجراح الرجل الثالث في نظام السقيفة. ولكن الذي حصل أن القدر اختطف أبا عبيدة بن الجراح، فمات قبل أن يموت أو يهلك أو يقتل عمر. فاتفقت ذهنية عمر أو تفتقت عن إجراء تلك الشورى الصورية التي فصلنا الكلام فيها من ذي قبل، وكانت على أساس إزاحة الخليفة الشرعي صلوات الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام، دون أن يظهر للناس أن هنالك تحامل على أهل بيت النبوة أو على الخليفة الشرعي، وأن يتولى إثر ذلك عثمان بن عفان، ثم يفضي بها كنوع من رد الجميل إلى من؟ إلى عبد الرحمن ابن عوف، كما تنبأ أمير المؤمنين أو كشف السر صلوات الله عليه. ولكن الذي حصل هو هذا، ناهيك عن أن عبد الرحمن بن عوف نتيجة مات قبل أن يقتل عثمان، إلا أن الذي حصل هو انفراط العقد فيما بينهم. عبد الرحمن تشاجر مع عثمان، انفرط عقد التحالف في هذا. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن عثمان بدأ يتجه إلى منحة ما كان على بالهم. هذا المنحة هو أن يجعل بني أمية هم الملوك والأمراء. كان واضحا أنه يتجه إلى التوريث، كما حصل مع حسني مبارك. أحد أسباب النقمة والثورة على حسني مبارك ماذا؟ أنه كان يعد ابنه جمال لكي يرثه من بعده. هذا الأمر من جملة ما أدى إلى اشتعال الغضب والثورة في مصر على حسني مبارك. فنفس الشيء حصل بالنسبة إلى عثمان، فحتى حلفاء الأمس تشاجروا معه وتصادموا معه، ومن أبرز هؤلاء عبد الرحمن بن عوف لعنه الله. هذه الرواية التي بين أيدينا مهمة جدا، تثبت لنا صدق ما تنبأ به أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذا تذكرتم أيها الإخوة في مباحثنا القريبة للبعيدة، قلنا أن أمير المؤمنين عليه السلام خاطب الرجلين عثمان وعبد الرحمن بما كشف أنهما قد تواطأا على مسرحية الشورى
الصورية هذه. وقال ما مضمونه لعبد الرحمن؟ أنك ما وليته الأمر إلا ليرده عليك غدا فيوليكها من جديد. ثم أمير المؤمنين عليه السلام دعا الله عز وجل قائلا: دق الله بينكما عطرا من شم. وفسرناها لكم من ذي قبل أنه ما هو المراد. هذه جرت مثلا للتنبؤ بنحوسة الأمور وسوء عاقبة الأمور فيما بين الحلفاء. كانت عادة أهل الجاهلية الذين يذهبون إلى الحروب أنهم لكي يستوثقوا من بعضهم بعضا يذهبون إلى امرأة كانت تسمى منشم. هذه كانت لها عطارة، هي امرأة عطارة عندها عطور وكذا، فكانت تجعل لهم طشتا يضعون فيه أيديهم كلهم يتطيبون بطيبها أو بعطرها، على أساس أن هذه العملية تجعلهم كأنهم يستوثقون من بعضهم بعضا، أنهم حين يقدمون على الحروب لا يخون أحدهم صاحبه ولا يفر أحدهم عن صاحبه، وإنما ينتصرون لبعضهم بعضا ولا يولون. الذي حصل أنه كل من كان يضع يده في عطر منشم من هذه كان يقتل. فجرت مثلا لسوء العاقبة وللنحوسة، وأنه إذا ما فسد أمر يعني الحلفاء يقال هكذا: دق الله بينكما أو بينكم عطر منشم. فهذا الذي دعا به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على الرجلين، قال: دق الله بينكما عطر منشم. أنتما الآن متحالفان علي، على أساس عثمان يوليه عبد الرحمن يصبح الخليفة، ثم بعد ذلك عثمان يوصي بها إلى عبد الرحمن فيصبح هو الخليفة. دق الله بينكما عطر منشم، فماذا يحصل؟ تنقطع العلاقة بين الطرفين وتتحول من الصداقة إلى العداوة، وهذا الذي حصل. ما إن اتجه عثمان خاصة في الست السنين الأخيرة من فترة حكومته وملكه إلى أن يولي أقاربه ويفضل بني أمية على الناس، إلا وكان أول من تصادم معه عبد الرحمن بن عوف، فدق الله بينهما عطر منشم كما نلاحظه في هذه الرواية. هذه الرواية يرويها ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه الشهير العقد الفريد في المجلد الخامس الصفحة 33 عن عبد الله بن عباس قال، تأملوا في الرواية مهمة، يقول: ما شيت عمر بن الخطاب يوما. ابن عباس كان بمثابة الذراع اليمنى آنذاك، عليكم السلام ورحمة الله، لعمر بن الخطاب، بل كان كظله، كان كظله، فمن الطبيعي أن يماشيه دائما. يقول: ما شيت عمر بن الخطاب يوما فقال لي: يا ابن عباس، ما يمنع قومكم منكم وأنتم أهل البيت خاصة؟ عمر يخاطب ابن عباس فيقول له: لماذا قومكم يعني قريش منعوكم الحكم والخلافة وأنتم أهل البيت خاصة؟ ما يمنع قومكم منكم وأنتم أهل البيت خاصة؟ يقول ابن عباس: قلت: لا أدري. شوي يستغبي نفسهم ابن عباس، يسوي نفسه مطي أمامه، يقول يعني ما أدري أنا. لا، هو يدري، ابن عباس يعرف جيدا قضية الحسد والبغضاء، ابن عباس ذكي مو شخص غبي. يقول: قلت: لا أدري. قال: لكني أدري. هذا كلام عمر. إنكم فضلتموهم بالنبوة، أنتم بني هاشم وأهل البيت فضلتم قريشا،
يعني فضلتم عليهم ورفع شأنكم عليهم بماذا؟ بالنبوة، حصلتم النبوة، النبي منكم. فقالوا، فقالت قريش: إن فضلوا بالخلافة مع النبوة لم يبقوا لنا شيئا. إذا هم أخذوا النبوة وأخذوا بعدها الخلافة، فهم فضلوا علينا بالنبوة وفضلوا علينا كذلك بالخلافة، فإذا ماذا يتبقى لنا إحنا؟ ماذا يتبقى لنا نحن سائر بطون قريش؟ فقالوا إن فضلوا بالخلافة مع النبوة لم يبقوا لنا شيئا، وإن أفضل النصيبين بأيديكم. عمر يخاطب ابن عباس يقول أنتوا بعد حصلتوا أفضل النصيبين، أنتوا إما نصيبكم النبوة وإما نصيبكم الخلافة، ما ليجتمع الاثنان معا لكم هذا زايد عن الحد، أنتوا كافي عليكم. منطق قبلي ملوكي قبلي، مو منطق إلهي. المنطق الإلهي الله يختار، ما كان لهم الخيار، هذا قرار الله عز وجل. إذا جعل النبوة والخلافة في بيت على الناس أن يطيعوا. أما واحد يقول لا هذا زايد عليهم، هذا كثير عليهم، لماذا الأنبياء معظمهم من بني إسرائيل؟ ليش؟ ليش مو من البقية؟ زايد عليهم، زايد على بني إسرائيل، فلازم شوية نعدل في الخطة الإلهية، نغير نبدل. وهذا كان أحد أسباب ما جرى لأنبياء بني إسرائيل من القتل والذبح. عمر يخاطب ابن عباس قائلا: وإن أفضل النصيبين بأيديكم، بل ما أخالها إلا مجتمعة لكم وإن نزلت على رغم قريش. يقول لابن عباس: أنت فهمت الآن لماذا قومكم قريش كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، لأنكم لن تبقوا لهم شيئا. أنتم لكم أفضل النصيبين، النبوة كافي عليكم، ولكن مع هذا أخالها ستجتمع لكم وإن نزلت على رغم قريش، يعني يوما ما ستجتمع لكم النبوة والخلافة ولكن قريشا تأبى، ترغم أنوفها، وإن رغمت أو وإن نزلت على رغم قريش. وبالفعل هذا حصل. ولماذا عمر كان واثقا من ذلك؟ يقول: بل ما أخالها إلا مجتمعة لكم وإن نزلت على رغم قريش. عمر سامع كل الأمور من رسول الله صلى الله عليه وآله، يعلم جيدا ما الذي يجري. أصلا عمر للعلم سامع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن عمر وأبا بكر وعثمان هؤلاء سيتولون بالمؤامرات التي ستجري، وأنه سيتمكنون من اقتناص الحكم، وأنهم سيخونون أمير المؤمنين عليه السلام وبيعتهم له يوم الغدير، وأنهم سيحققون كل ما يصبون إليه في هذه الأمور، وأن عثمان سيقتل، وأن عمر من قبله سيقتل، وأنه بعد ذلك ستجتمع الأمور إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيقوم ضده الناكثون، عائشة وأصحابها، والقاسطون معاوية وأصحابه، والمارقون الخوارج، وبعد ذلك يأتي الإمام الحسن عليه السلام ويصلح الله به بين فئتين، وبعد ذلك يأتي الإمام الحسين فيقتل ويقتله يزيد بن معاوية. هاي الإخبارات الغيبية كلها حدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله، موجودة متفشية في كل المصادر الإسلامية عند المؤلف والمخالف. عمر هم كان معاصر لرسول الله صلى الله عليه وآله. أساساً ارجعوا أنتم إلى تلك الأحاديث التي تتحدث عن قضية تسميم النبي الله صلى الله عليه وآله. ماذا يخاطب عمر ابنته حفصة؟ يقول: إن كان هذا حقاً، إذا بالفعل رسول الله أبلغك أنه من بعده أبو بكر وأنا سنتولى الحكم غصباً، فأخبرينا حتى نتقدم فيه، اطمئني لا تخافي شيئاً،
اخبرينا بالفعل قال لك هذا الكلام لو ما قال لك. اذا قايل لك اخبرينا حتى نتقدم فيه. فاخبرته قالت اي صحيح هو بلغني هكذا، كشف لي هاي الامور الغيبيه. فاجتمعوا اربعه على ماذا؟ على سم رسول الله صلى الله عليه واله، عائشه وحفصه وابو بكر وعمر. فعمر يعلم، يدري، يعلم انه امير المؤمنين عليه السلام سيغدو خليفه اي حاكما فعليا بالنتيجه. فلذلك يقول: بل ما اخالها الا مجتمعه لكم وان نزلت على رغم قريش. الشاهد اين الان؟ تتمت الروايه. يقول الروايه عن عبد الله بن عباس: فلما أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. يقول فلما أحدث عثمان، لاحظ شيء كان فيه إحداث، إحداث يعني هذه محدثة جاء بها عثمان، أشبه ببدعة، كل محدثة بدعة. أحدث ماذا؟ تأمير الأحداث، الصبيان الغلمان ممن؟ من أهل بيته. أمرهم على من؟ على الجلة، الأجلاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. تخيل واحد زعطوط من بني أمية عمره افرض 25 سنة، يجيب عثمان يوليه على من؟ على كبار وأجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. يجيب هذا مثلا يجي يتحكم بمن؟ بواحد مثل أبي ذر مثلا، أبو ذر الشيخ الكبير الذي أبلى بلاء حسنا في الإسلام، وكان من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاهد معه في حروبه، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وقال فيه رسول الله ما قال حتى قال فيه: يا أبا ذر أنت منا أهل البيت. أنا دائما أكرر هذا الحديث لأن أبا ذر مظلوم، يعني عادة يقال لسلمان سلمان منا أهل البيت، في حين حتى أبو ذر منا أهل البيت في هذا اللفظ الحديث: يا أبا ذر أنت منا أهل البيت. فتخيل واحد عمره 25 سنة، زعطوط من بني أمية، شاب مترف فاسق فاجر شارب للخمور زاني، يؤتى به ويولى على من؟ على واحد رجل عابد زاهد متقي ورع مجاهد بمنزلة من هم أهل البيت صلوات الله عليهم، وهو رجلهم عمره 70 سنة مثلا. كيف تلاحظ الوضع؟ وضع فيه اختلال أم لا؟ عينا مثل الوضع الذي أراد حسني مبارك أن يعمل به، فانتفض عليه الناس وانتفض عليه حتى حلفائه، نفسهم حلفاء انتفضوا عليه. لماذا؟ أنت جايبنا زعطوط هذا جمال مبارك، هذا الواد، هذا الواد الودة، أنت شنو جايبه علينا؟ أنت يحكم بينا آخر شيء؟ شنو محولها القضية؟ فتخيل الوضع. يقول فلما أحدث عثمان ما أحدث من تأمير الأحداث من أهل بيته على الجلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، صارت هاي الظاهرة الممقوتة، قيل لعبد الرحمن، اجوا على عبد الرحمن، ماذا قالوا له؟ عبد الرحمن بن عوف: هذا عملك، هذا كل صوتك أنت، كل من تحت راسك أنت، أنت الذي وليت علينا عثمان، لماذا فعلت هذا؟ قيل لعبد الرحمن: هذا عملك. قال: ما ظننت هذا، ما توقعت أنه عثمان هالشكل يسوي. أنا توقعت عثمان من يأتي يمضي على الخطة المرسومة فيما بيننا، أبو بكر لم يولي أقاربه، عمر أيضا ماذا؟ لم يولي أقاربه. عثمان لماذا يريد أن يحتكر السلطة لبني أمية والإمر لبني أمية؟ لماذا هكذا يصنع؟ يقول: ما ظننت ذلك. ثم مضى ودخل عليه وعاتبه،
دخل عبد الرحمن على عثمان وعاتبه وقال: إنما قدمتك، أنا قدمتك على البقية، على علي بن أبي طالب قدمتك وجعلتك خليفة وحاكما، إنما قدمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر. شوف لاحظ هنا، لاحظ ما قال لقدمتك، لأنه القضية لما تصير جدية تزول بعد الكلمات الرنانة والمهذبة والمشذبة. هناك في يوم الشورى ماذا كان يقول له؟ بايعنا على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، صحيح؟ فكان يقدم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ثم يأتي بعد ذلك بسيرة الشيخين. هذا الشرط التعجيزي حتى أمير المؤمنين لا يقبل، أميره ما يقبل يعمل بسيرة الشيخين. قال: أما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا، إنه مع كتاب الله وسنة نبيه لا نحتاج إلى سيرة أحد. مضمون الروايات التي رواها مخالفون أيضا. زين، فهنا في ذلك الموقف لابد يأتي بهذه العبارات التزويقية. أما في مثل هذا الموقف صدام فيكون موقف الصراحة، ففورا يقول له إنما قدمتك على أن تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر. فورا، يعني هذا هو مربط الفرس، سيرة أبي بكر وعمر، لا كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله. ليش خالف سيرة أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر كانوا يقربان أو يوليان أقاربهما، لم يكن هكذا. فخالفتهما، أنت يا عثمان خالفتهما، وحابيت أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين. أنت حابيت أهل بيتك وأوطأتهم رقاب المسلمين. فقال، انظر هنا إلى دفاع عثمان، قال: إن عمر كان يقطع قرابته في الله، لا يصل قرابته، يبعدهم ويقطع ما يعني يقطعهم، يقطع ما بينه وبينهم، يعني لا يعطيهم شيئا من الحكم والملك والمال وكذا في الله، وأنا أصل قرابتي في الله. يعني شنو الفرق؟ هو نظريته لازم أنا أبعدهم عن الحكم، ما أعطيهم من بيت المال مثلا، وأعزلهم وما أوليهم، هذا من أجل الله. طيب أنا أسوي العكس بس هم من أجل الله، يعني شنو الفرق؟ طالع نازل في الله. إن عمر كان يقطع قرابته في الله وأنا أصل قرابتي في الله. حجة سخيفة تافهة، ومن الطبيعي أن تنرفز من عبد الرحمن بن عوف. فكيف رد عليه؟ قال عبد الرحمن: لله علي ألا أكلمك أبدا. خلص، مقاطعة تامة، لله علي ألا أكلمك أبدا. فلم يكلمه أبدا حتى مات. هذا من باب رحماء بينهم طبعا، التفتوا ترى صحابة رضوا رض، ديروا بالكم. فلم يكلمه أبدا حتى مات. أكثر من هذا، قبيل موته عثمان من باب المجاملة السياسية والتصنع السياسي ذهب لكي يعود عبد الرحمن يزوره، ودخل عليه عثمان عائدا له في مرضه، فتحول عنه إلى الحائط ولم يكلمه. يعني هذا عبد الرحمن حول وجهه إلى الحائط ولم يكلم عثمان، فدق الله بينهما عطر من شام، تحقق ما دعا به أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على هذين الرجلين المنافقين الخائنين. فإذا المستفاد من هاتين الروايتين اللتين مرتا معنا هو هذا، أن من أس الإشكالات أو المشكل الكبير الذي وقع
والذي أفضى إلى الثورة على الطاغية عثمان بن عفان هو هذا، أنه رجل حاب أقرباءه وجعلهم ماذا؟ يتولون رقاب المسلمين ويطؤون رقاب المسلمين. وكان هذا الأمر من الفظاعة والشناعة إلى حد أنه حلفاء الأمس تصادموا معه وعادوه، كعبد الرحمن بن عوف مثلا، فلم يطق أحد هذه السيرة أو هذا الأمر. رواية ثالثة تؤكد لنا هذا الأمر جيدا، وتعطينا صورة أوسع وأشمل عن بعض محدثات عثمان فيما يتعلق بمحاباته لأهل بيته من بني أمية. هذه الرواية تجدونها في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري في المجلد الأول الصفحة 50 تحت عنوان ما أنكر الناس على عثمان رحمه الله، هكذا هو يعبر. إذن أساس يعني ما سيأتي الآن من كلامه هو تحت هذا العنوان، ما هي منكرات عثمان؟ يقول: وذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله، فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله وسنة صاحبيه. كتبوا كتاب بينهم، عريضة، شكوى. وما كان من هبته خمس إفريقيا لمروان، مروان بن الحكم طريد رسول الله وابن طريده، الوزغ ابن الوزغ. تخيل هذا الرجل خمس إفريقية، خمس أموال إفريقية أعطاها عثمان له حلالا بلالا، إذا لم يكن هذا جورا وخيانة للأمانة وسرقة من الأموال العامة، فأي شيء هو الجور والخيانة والسرقة من الأموال العامة؟ يعني ما أظن أنه حتى هذا المقدار، ما أظن صنعه القذافي لولده مثل سيف الإسلام، ما أظن. خمس إفريقيا كلها، وإن كان هو ملك ملوك إفريقيا بس بطال، يعني بس عنوان، أما بس يحكم ليبيا، وما أظن هم أنه خمس الميزانية الليبية أعطاها إلى سيف الإسلام، ما أظن. يعني مبلغ هائل يصير أعطاه لا شك، جعله يتحكم بأمور معينة، أما أنه خمس الميزانية الليبية ما أظن. الآن نفرض أنه خمس الميزانية الليبية، مو مشكلة، فتبقى ليبيا جزء من أفريقيا آنذاك، وإذا تحسب طبعا القوة الشرائية صير أضعاف مضاعفة. لما نتكلم عن خمس إفريقيا، تدري يعني شنو إفريقيا؟ يعني بلاد القبط اللي هي مصر والحبشة والسودان اللي هي هاي السودان، حبشة طبعا شنو؟ تنزانيا، أريتريا وجيبوتي، أثيوبيا وأريتريا وجيبوتي، المناطق هذه بلاد الحبشة المعروف. زين، وبعد وتروح على وين؟ على ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، حتى هذه موريتانيا، مالي، تشاد، المناطق هذه، شوف شمال أفريقيا كلها، هذه كلها شنو كان يسمونها؟ أفريقيا، هذه كلها، شوف الخيرات والثروات، خمس فيء أفريقيا يعطى إلى رجل واحد، هذا ظلم واضح وسرق وخيانة للأمانة. كيف إذا كان هذا الرجل الواحد رجلا كمروان بن الحكم، الوزغ بن الوزغ، الفاسق، الفاجر، المنافق؟ يعني هذا يصح؟ والعجيب إخواني هذا الأمر، أنه عثمان يعطي خمس أفريقيا لمروان بن الحكم
وأولياؤه لا يجدون في ذلك غضاضة. أما أن يعين الله عز وجل الخمس لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، فتجدونهم ماذا؟ تشرئب أعناقهم ويغضبون ويقولون لما تفضيل أهل البيت ولماذا وعلى أي أساس؟ لاحظوا المفارقة. هذا الأمر الذي نقم على عثمان نقم من قبل من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن قتيبة يقول اجتمع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وكتبوا كتابا عددوا فيه مخالفات عثمان الشرعية، من جملتها ماذا؟ ما كان من هبته خمس إفريقيا لمروان وفيه حق الله ورسوله، ومنهم ذو القربى واليتامى والمساكين. الخمس صار كله لمروان، استأثر بحق الله ورسوله، سهم السادة وسهم سهم حق الإمام عليه السلام، كله كل الأسهم الستة كلها أخذها. وما كان من تطاوله في البنيان. عثمان هم تولى الحكم، كان ساكن بشقته بدروم، بعدها طلع عنده شنو؟ بس صار حاكم بنى له 7 قصور بس بالمدينة، القصور الرئاسية 7 مثل صدام اللي في زمانه. يقول وما كان في من تطاوله في البنيان، بنى بنايات ناطحات سحاب في المدينة المنورة، حتى عدوا 7 دور بناها بالمدينة، مو من مال أبوه، من مال المسلمين، كأنه مال أبوه صار. حتى عدوا 7 دور بناها بالمدينة، دارا لنائلة، هذه زوجته التي قطعت أصابعها أثناء ما هجموا عليه وثم ضربوا على الموضع وقالوا إنها لكبيرة العجيزة، دارا لنائلة ودارا لعائشة، مو عائشة صاحبتنا هذه، لا، عائشة من بناته، عائشة بنت عثمان، له أيضا بنت اسمها عائشة وبنى لها دارا، وغيرهما من أهله وبناته، إذولا بنى لهم بنيان وقصور ودور وشي مرتب يعني ديلوكس. وبنيان مروان القصور بذي خشب، مروان أيضا بنى له قصورا بموضع من المدينة يسمى ذي خشب أو ذو خشب. وبنيان مروان القصور بذي خشب وعمارة الأموال بها، لما عمروا هذه كلها من أين؟ من الخمس الواجب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني أمية، جعل الولايات والحكومات المحلية، مو الآن أكو اصطلاح بالعراق اسمه الحكومة المحلية، هذول حكومات محلية جعلها لمن؟ لبني عمه وأهله من بني أمية، أحداث صغار السن وغلمة، غلمان لا صحبة لهم من الرسول ولا تجربة لهم بالأمور، لا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يستأمنوا مثلا على نظرية هؤلاء القوم أنه الصاحب بعد صاحب، ولا هم أقلا ليس لهم كفاءة إدارية، ليس لهم تجربة ولا خبرة ولا تجربة لهم بالأمور. وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة لعنه الله، هذا الفاسق الذي سماه الله عز وجل في كتابه فاسقا، وتعرفون قصته، هذا أولا أخو عثمان غير الشقيق كما يقال الآن، مو الشكير، يقول أخوه غير الشقيق، ليش؟ من طرف الأم، أخوه من طرف الأم، هذا عقبة ابن أبي معيط. زين، هذا الرجل الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، هذا الرجل ماذا؟ ولاه عثمان الكوفة، وهذا فاسق فاجر، ليلة من الليالي مع إحدى جواريه اسمها ربابة،
زين سهران وياها وكرع كؤوس الخمر وإلى آخره، فجاء يصلي بالناس صلاة الصبح 4 ركعات، وثم بعدما انتهى من صلاته التفت إليهم وقال لهم أأزيدكم؟ سكران ما ملتفت، وأثناء كان يعني قرآنه في الصلاة حينما يقرأ كان يقول شاب القلب وشابا، ما أدري شنو نسيت البيت الشعر، علق القلب بالربابة كذا فتشي هالشكل يعني، نسيت أنا البيت الشعر هذا. المهم كان يذكر الشعر مال البارحة والأغاني مالت البارحة، هذا كان يقوله. ثم بعد ذلك قاء أجلكم الله في محراب المسجد، تقيأ. كل هذا حصل، سكران شالوه طينة، شالوه ودوه إلى دار الإمارة. يقول وما كان من الوليد ابن عقبة بالكوفة إذ صلى بهم الصبح وهو أمير عليها سكران 4 ركعات، ثم قال لهم إن شئتكم أزيدكم صلاة زدتكم. إذا أردتم ترى أزيد الركعات ماكو مانع. وتعطيله إقامة الحد عليه. عليكم السلام ورحمة الله. لما شهد الناس على الوليد أنه قد شرب الخمر ووجدوه سكرانا وهو يصلي بهم، عثمان لم يدع حيلة لتعطيل الحد عليه إلا وصنعها. ثم حين لم يجد بدا أخر ذلك كثيرا إلى أن رضي مكرها ولم يجسر أحد على إجراء الحد وضرب الوليد بالصوت إلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فشتم الوليد أمير المؤمنين أثناء إجراء الحد، فرد عليه أمير المؤمنين عليه السلام السب، فقال له عثمان لماذا تسب، ليش تسب أخويا، يعني شوف كيف تأخذه الغيرة على أخيه. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هذه الكلمة الرائعة، قال إنه سبني بباطل فسببته بحق. ومن هنا تعرف أنه ليس كل سب ماذا محرما أو باطلا، هنالك سب سب حق أكو، هذا سبك سبك مثلا للوليد بن عقبة حق لا حرمة له. الشاهد، فمن جملة الأمور التي نقم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله على عثمان فيها هو هذا الأمر، تعطيله إقامة الحد عليه على الوليد وتأخيره ذلك عنه وتركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم، واستغنى برأيه عن رأيهم. ديكتاتورية يعني استبدادية، ما يشاور أحد، ما يأخذ برأي أحد، والمهاجرين والأنصار تركهم، فقد جعل بطانته من؟ هؤلاء الأحداث الغلمان من بني أمية. ليش نقول أحداث وغلمان إخواني؟ لأنه إذا راجعتم تجدون هذا جليا واضحا في التاريخ. شوفوا مثلا أحد ولاته رجل من بني أمية يقال له عبد الله بن عامر، ولاه البصرة وجمع له مع البصرة فارس، يعني البصرة وفارس كلها تحت ولاية وحكم من؟ عبد الله بن عامر. طيب هذا من أصحاب رسول الله؟ لا، غلام حدث كان ابن 24 سنة، 24 سنة، 25 سنة عمره، ولم يتولى قبلها شيئا كما ذكر في تاريخ الطبري في المجلد الثاني الصفحة 604. جاهل، حدث، زعطوط، ما يعرف شيء، وفوق هذا هم فاسق وما عنده تجربة، لم يتولى قبلها شيئا، يجعل له هذه الرقعة الجغرافية الشاسعة تحت حكمه، بلاد فارس والبصرة،
يتحكم في النفوس، في الدماء والأعراض والأموال، ليس أمرا هينا. هذا واحد. الثاني شخص يقال له سعيد بن العاص الأموي أيضا، ولاه الكوفة ولم يبلغ الثلاثين، أقل من 30 سنة عمره، ولم يتولى قبلها شيئا، أيضا بالقياس إلى أولئك الجلة كما سموهم، هذا حدث زعطوط، ولم يتولى قبلها شيئا، ما عنده تجربة. هذا ذكر في تاريخ الطبري أيضا في المجلد الثاني الصفحة 608. أما الوليد بن عقبة هذا الفاسق فله قصة طريفة، أنه كيف ولاه عثمان الكوفة وعلى أي أساس. هذه القصة تجدونها في كتاب السقيفة وفدك لأبي بكر الجوهري تحت عنوان تولية عثمان الوليد بن عقبة الكوفة، الصفحة 121. يقول حدثنا عمر بن شبة قال حدثني عبد العزيز بن محمد بن حكيم أو حكيم عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال لم يكن يجلس مع عثمان على سريره إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب والحكم بن أبي العاص والوليد بن عقبة. هنا شوية تأملوا، كان لديه سرير، سرير يعني شو؟ سرير الملك، مثل عرش، عرش الملك هالشكل يجلس عليه بكامل الأبهة والفخامة، وهذا السرير لم يكن يسع أحدا إلا واحدا معه، يعني ما يشيل أكثر من اثنين، ولم يكن يجاز لأحد أن يجلس عليه إلا هؤلاء، كلهم من بني أمية إلا العباس بن عبد المطلب من بني هاشم. لماذا؟ لأن العباس كان الروح بالروح مع من؟ مع أبي سفيان، صديقان في الجاهلية والإسلام للعلم، لهما تاريخ. طبعا العباس كان يعني في الجاهلية مع أبي سفيان من المنادمين لأبي سفيان، من أصحاب الصداقات، وبينهما مو يعني خبز وملح، لا، بينهما كأس وخمرة، ذكريات بينهما، فلذلك بينهما كثير من يعني الأمور، وهذه أتعمد لي يعني ذكرها في خصوص العباس بن عبد المطلب، وإن كنت متوقفا في شأنه ما بعد الإسلام، لكن حتى فقط يتحرك الجو العلمي الرجالي في تقييم هذا الشخص وتقييم ابنه، لأنه أيضا من جملة ما يؤسف له أنه في أوساطنا نحن المؤمنين الغالبية العظمى تقدس العباس هذا وتحترمه وتجله وتثني عليه، وفي الزيارة المروية يعني الزيارة التي تجدونها في مفاتيح الجنان وأظنها من إنشاء المفيد، هي مو مروية عند الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام على ما ببالي، تجدون السلام على العباس أيضا، السلام عليك، زيارة النبي صلى الله عليه وآله من البعد، السلام عليك وعلى عمك العباس بن عبد المطلب مثلا، وأكو السلام عليك وعلى عمك أبي طالب، هذا مقبول معروف، السلام عليك وعلى عمك العباس فيها إشكال، لذلك لما كنت أسأل يعني أنه هل نقرأ هذا المقطع، أقول لا تقرأه، هذا المقطع لا تقرأه. وردت عندنا روايات كثيرة في ذم العباس وآل العباس وعبد الله بن العباس هذا بالذات، هذا المنافق، ومع الأسف أنه هذه الشخصيات ما زالت محترمة ومبجلة أيا كان. لاحظوا هنا لماذا أقول يعني لاحظوا، عليكم أن تنظروا إلى التاريخ كله يا إخواني من كل الجوانب، ما هو السر في أن علاقة العباس ببني أمية ظلت علاقة طيبة وإيجابية جدا حتى ما بعد الإسلام، بحيث أنه شخص طاغية مثل عثمان بن عفان
يكون الجالس معه على سريره من؟ العباس بن عبد المطلب، تارة أبو سفيان بن حارب، وهذا معقول مقبول، الحكم بن أبي العاص مقبول، كلهم بني أمية ذولا، الوليد بن عقبة هذا أخوه غير الشقيق مقبول، أما العباس شنو؟ في فلكهم عموما. نعم أحيانا كانت تأخذ العباس عصبية قبلية فيتعصب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، من أي باب؟ من باب العصبية القبلية لا من باب الإيمان، كما كان تعصبه لرسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان، من باب العصبية القبلية لا من باب الإيمان الحقيقي. فلما تجدون بعض المواقف من العباس بن عبد المطلب أو من ابنه عبد الله بن العباس مثلا، تجدون أنهما مثلا في أحيان كانا ينصران أمير المؤمنين عليه السلام، عليكم أن تفتشوا في ما وراء ذلك، ما هو الدافع، ما هو السبب. ليس الأمر بهذه البساطة أنه كل شخص نجد له موقفا مبدئيا أو شريفا نقول هو رجل صالح، لابد أن نفتش عن الأسباب والعوامل، وإلا نصير مثل المخالفين، مجرد ما نشوف مواقف مشرقة نظن أن هؤلاء صلحاء، هذا ليس ديدننا وليس منهاجنا، نحن أهل النقد، الشيعة أهل النقد، منهج التشيع منهج نقدي بامتياز، ما يتركون أحد إلا المعصومين صلوات الله عليه، يعني حتى من هو دون المعصوم من أجلاء أصحاب رسول الله الذين نعتقد بهم ونجلهم ونجعلهم على رؤوسنا وأصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام، النقود أو الانتقادات الموجهة إليهم موجودة مسطرة في كتبنا، موجودة، اقرأوا كتبنا الرجالية تجدون، وكم مرة عرضنا بعض النماذج على المنبر حتى تتحرك الأذهان. أما تقديس مطلق هذا ليس عندنا، هذه حالة مرضية موجودة عند مخالفينا وليست عندنا نحن. الشاهد يقول لم يكن يجلس مع عثمان على سريره إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب والحكم بن أبي العاص والوليد بن عقبة، ولم يكن سريره يسع إلا عثمان وواحدا منهم، واحد من هؤلاء. فأقبل الوليد يوما فجلس، دخل الوليد ابن عقبة، عثمان موجود على السرير، فجلس، هذا إلى حق يجلس يم الحاكم بالضبط على سريره، أخو من طرف الأم، فجلس. فجاء الحكم بن العاص، الحكم من؟ طريد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أرجعه عثمان إلى المدينة، صحيح؟ هذا عم عثمان. فأومأ عثمان إلى الوليد، قال يلا أنت قوم، إجا العم هذا، أنت بعد قوم، فقام أجلس عمه بجواره، فحزت بخاطره هذا الوليد، فرحل له عن مجلسه. طبعا هنا اللف فرحل، أنا أحتمل فزحل، زحل يعني انزاح مو فرحل، أنتوا راجعوا ربما تجدون هكذا. الشاهد يقول فرحل له عن مجلسه، فلما قام الحكم، لما الحكم هذا العام قام بعد طلع خلص خلصت شغلته، قال الوليد والله يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين لقد تلجلج في صدري بيتان قلتهما حين رأيتك آثرت ابن عمك على ابن أمك. زين عندي بيتين، أنت ليش أنت فضلت عمك هذا علينا، على ابن أمك، أنا ابن أمك أنا. وكان الحكم عم عثمان والوليد أخاه لأمه، فقال عثمان إن الحكم شيخ قريش، منهج القبلي هذا، شوف ليس الفضل عند هؤلاء على قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا، الفضل عند هؤلاء إن أكرمكم عند الله أكثركم حسبا ونسبا وفخرا في قريش وشرفا في قريش، منطق قرشي جاهلي هكذا. يعني قارن هذا الموقف، شوف عثمان ما هو منطقه، أنه لماذا قدم الحكم
على من؟ على الوليد الذي هو أخوه من طرف الأم. أولا لاحظ أنه لم يكن يجلس معه على السرير إلا هؤلاء اللي كلهم شنو؟ بنو أمية والعباس، كلهم تعابة يعني، كلهم سيئون، صحيح؟ ما وجدنا مثلا أنه كان مثلا يدخل عليه أمير المؤمنين عليه السلام فيجلسه معه على السرير، يقبل باعتبار هذا أخو رسول الله، بل نفس رسول الله، وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين واحد مثل مقداد مثلا، واحد مثل عمار، واحد مثل أبو ذر، هذول الأجلاء الكبار، حتى إن لم يكونوا أجلاء عندنا، أجلاء عندهم، يعني مثلا عبد الرحمن بن عوف، ابن مسعود مثلا، هذول الكبارية عندهم مثلا، أبو هريرة مثلا، أبو هريرة بس لازم يظل ويا البزونة طول عمره، خذ شوية يقعد على السرير أيضا، سرير الملك شوية يعطوه جاه، يعطوه شوية مقام كذا، يعني قلادة فخرية كذا شيء مثلا، طول عمره هالشكل يعني، هذا مع البزازين ما يصير أبدا، ما يقدر أحد. ليش؟ مع أنه إذا واحد يأخذ الأمور على الظاهر، هؤلاء الأجلاء السابقون في الإسلام، السابقون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هم الذين يفترض أن يبجلوا ويحترموا ويقدسوا ويشرفوا. أما لا، منطق جاهلي يقول إن الحكم شيخ قريش فأنا قدمته عليك يا أيها الوليد وإن كنت ابن أمي، لأن هذا شيخنا شيخ قريش. قارن هذا الموقف مع موقف الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. الإمام الهادي في زمانه وقع شيء قريب من هذا، موجود الروايات، ارجعوا إليها في تفسير إمامنا العسكري عليه السلام في مستدرك الوسائل على ما ببالي، موجودة لعله في بعض المصادر. الإمام الهادي جالس، وجالس في صدر المجلس، ولعله على سرير أو على ما أدري، فنوع شيء معين الذي فيه شرف وفيه يعني جلالة وهيبة، وكان حوله مشيخة قومه من بني هاشم والطالبيين. مشيخة قومه، يعني هذا شيخ هذا البطن مثلا، أو هذا الفخذ أو هذا الفرع من مثلا بني هاشم، عرفت شلون؟ هذا مال العباسيين، هذا من الطالبيين، هذا مثلا الزيديين من سلالة زيد، هذا الحسنيين، هاي الحسينيين، هذا كذا هذا كذا، هاي الأفخاذ والبطون كلها موجودين، كبار كبار بني هاشم موجودين، والإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله عليهما في الوسط وجالس في صدر المجلس. وإذا برجل يدخل عامي، لا سيد لا هاشمي لا علوي لا فاطمي لا حسني لا حسيني أبدا، واحد رجل عامي عادي دخل، الإمام الهادي عليه السلام بنحو ما قام له إجلالا أخذه وأجلسه بقربه، وأزاح منهم حوله هذول اللي الكبارية مشيخة القوم مشيخة العشيرة والقبيلة. فتعجب هؤلاء اللي كانوا جالسين، تعجبوا وثم لاموا الإمام عليه الصلاة والسلام، قالوا له أنه أنت هكذا تبعد مشيخة قومك وتجلس هذا الإنسان اللي ما معروف شنو أصله، شنو فصله، من هو أصلا جاي مدخله مقعده، هذا قدمته علينا وشرفته علينا. فالإمام نهرهم، قال لهم مه، مضمون الرواية أنقل، قدم قال إنما قدمته عليكم، مضمون الرواية لأن الله قدمه، هذا ناصرنا أهل البيت، واحد من أنصار أهل البيت هذا صلوات الله عليه، هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الإنسان العام اللي يمكن يكون من الموالي أصلا مو من العرب، أعجمي يمكن يطلع، هذا أفضل منكم أنتم كلكم ذوي الأحساب والأنساب كلكم، ناصرنا أهل البيت، اللي ينصر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يرتفع مقامه في الدنيا وفي الآخرة ويعلو حتى على أشرف شرفاء النسب، واحد مولى يمكن أن يصبح ماذا؟ سيدا حتى على بني هاشم اللي هم سادة العرب، ممكن المقاييس عند أهل بيت النبوة مو مقاييس قبلية عشائرية جاهلية،
المقاييس، مقاييس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا قارن هذا الموقف مع موقف عثمان. ما قال عثمان للوليد لما أنكر عليه تقديم الحكم بن العاص، ما قال هذا لأنه أكرمنا عند الله مثلا، هذا أكرمكم عند الله تعالى مثلا، هذا مثلا يصلي صلاة الليل أفرض، هذا يقضي نهاره طوال السنة صائما مثلا، هذا مثلا جاهد بين يدي رسول الله. لا، وزغ منطقه. ماذا قال؟ إن الحكم شيخ قريش. زين، فما البيتان؟ ايش عندك؟ شنو البيتان الذي اللذان تقول أنه قد تلجلجا في صدري، تحركا في صدري؟ أريد أبوح لك بهذين البيتين. لما أقمتني وأجلست مكاني الحكم عمك، فقال: رأيت لعم المرء زلفى قرابة. زلفى قريب. رأيت لعم المرء زلفى قرابة دوين أخيه. دوين تصغير ماذا؟ دون. دوين أخيه حادثا لم يكن قدما. يقول لي رأيت الآن شيء حادث عجيب جديد يعني علينا، أنه صار العم أقرب وأزلف، أقرب إلى المرء ممن؟ من ابن الأم، من الأخ، دوين أخيه حادثا لم يكن قدما. فأملت عمرا أن يشب وخالدا. أملت عمرا، عمرو وخالد ذولا أبناء عثمان، أبناء عثمان عمرو وخالد. يقول أملت، أتأمل. فأملت عمرا أن يشب وخالدا لكي يدعواني يوم نائبة عما. يعني أتمنى، أنا بعد ما رح حصل شيء منك أنت اللي أخي، لأنه ما تقدرني أنت، أنتظر من أبنائك من يكبرون يشبون حتى يدعواني عما في يوم النائبة. فلما أدخل عليهم يقول تفضل تفضل يا عمنا اجلس، أنت شيخ قريش الآن. رأيت لعم المرء زلفى قرابة دوين أخيه حادثا لم يكن قدما. فأملت عمرا أن يشب وخالدا لكي يدعواني يوم نائبة عما. يستثير عاطفة عثمان، وعثمان بعد هذا الحنون أبو قلب كبير مو هالشكل، فلازم يرق له. زين ما يبكي مسكين على هذا، فلازم يعطي شيء يرضي خاطره. شنو راح يعطي؟ يعطيه صرة من ذهب مثلا، يقول له يا أبا تعال تعال، مو بس أجلسك يمي، تعال أجلس على حجري تعال مثلا. إنزين تعال يا أبا أطبطب عليك أنا. إنزين هالشكل يعني؟ لا، شوف ماذا أعطى حتى تعرف شلون مسخرة، شلون كانوا يتحكمون بنا، شلون كانوا يتحكمون بالمسلمين، هذول اللي يسمونهم خلفاء راشدين. طل، شوف 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 شنو يقول. يقول فرق له عثمان، يا رقيق، فرق له عثمان وشنو قال؟ وقال قد وليتك الكوفة فاخرج إليها. يلا باش تريد بعد؟ يلا خليناك حاكم بعد، زعلت علينا لأنه قدمنا عليك العام، أنا أوليك الكوفة بما فيها. الكوفة، الكوفة في ذلك الزمان ملك الكوفة، بيت مال الكوفة يمكن عن ميزانية 5 دول 6 دول الآن. الكوفة بما فيها من خيرات وما فيها من ملذات وما فيها من هيبة ملك وسطوة عجيبة في ذلك الزمان. يلا روح، أحد العراقين بعد، الكوفة والبصر، روح يلا تفضل. على بيتين من الشعر بالله عليك، شنو يعطيه؟ ملكا، حكومة على رقاب المسلمين، لا على أساس الكفاءة والتقوى والإيمان والصلاح أو مثلا السياسة والتجربة. وهو فاسق فاجر، أنزل الله فيه قرآنا سماه فاسقا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أي نزلت في من؟ نزلت في هذا الرجل الخبيث هذا. هذا له قصة مشهورة معروفة، كل الكتب تذكره، كل المصادر تذكره. على بيتين من الشعر ورقة وكذا سلم هذا
ملك، تعال بابا حبيبي تعال اتفضل انطيك انا شنو ملك الكوفة، هذاك هم ينطي شنو ملك البصرة وفارس، هذاك ينطي مصر، هذاك ينطي كذا ينطي كذا، بكيف بيته بيت أبوك أنه يتصرف به كما يشاء. وهذا يسمونه ماذا؟ خليفة راشدا. هذا من الرشد في شيء؟ بيتين شعر ورق له وقال له خلاص وليتك الكوفة. لو مكثر وياه منطي أربع أبيات من الشعر كان يمكن جمع له مثلا الكوفة مثلا والبصرة، أو مثلا ما أدري الكوفة وغير مكان، شوية شوية يخليه شنو رئيس وزراء. شنو هالمسخرة؟ مهزلة بمعنى الكلمة. أحداث غلمان فسق فجر ويوليهم بغير موجبات أو بغير ضوابط شرعية أبدا. لا جاب قال امتحنا قال له تعال أنت أصلا أنت تعرف الصلاة تعرف الصيام تعرف أركان الدين تعرف أحكام الإسلام، أنت راح تروح هناك أميرا إماما للمسلمين يصلون وراءك، تحكم في الناس تقضي بين الناس، أنت عارف أصلا دين الله شنو شريعة الله شنو، عارف هالأشياء؟ أصلا ما عارف. على بيتين من الشعر يلا تفضل روح صير حاكم. الشاهد أين؟ مما نقموه عليه أنه تركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم. لا يستشير المهاجرين والأنصار، من يستشير؟ بطانته، بطانة السوء من بني أمية، هذول كانوا ثقاته. وقل لي من صديقك أقول لك من أنت. لو كان عثمان حقيقة ورعا تقيا لجعل بطانته بطانة خير لا بطانة شر، بطانة صلاح وعدل لا بطانة فساد وجور. أما تفاجأ حسب المصادر المعتبرة عند المخالفين أن بطانة عثمان كانت البطانة أشر من وطأ الحصى آنذاك، أشر من وطأ الحصى في تلك الأيام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعن أعداءهم. اللهم صل على محمد. لاحظوا مثلا هذه الرواية التي يرويها الطبري في تاريخه في الجزء الخامس الصفحة 94 ورقم الحديث 1412 بسنده عن العلاء بن عبد الله بن زيد العنبري أنه قال اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع، فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلمه. جماعة من المسلمين، للعلم محاولات كثيرة بذلت لأجل ثني عثمان عن منهجه الساقط هذا، كثير محاولات بالحسنى بدأوا معه وعلى مدى سنوات للعلم، مو القضية كانت هذه اشتعلت في الفترة الأخيرة، يعني هاي الفترة الأخيرة 40 يوم محاصرة ثم مقتل عثمان، هذا بسبب تعنته حصل، وإلا القضية لها إرهاصاتها ولها مقدماتها العديدة وعلى مدى سنوات خاصة السنين الأخيرة. هؤلاء جماعة ناس من المسلمين اجتمعوا وتذاكروا أعمال عثمان وما صنع، هاي المحدثات وهاي الأمور السيئة، فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلمه. قالوا نخلي نبعث له واحد يكلمه مفاوض ويخبره بأحداثه، يبين له ما أحدثه في الإسلام. فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري،
وهو الذي يدعى عامر بن عبد قيس. هذا رجل صالح، كانوا يرونه صالحا وجعلوه مفاوضا لهم مع عثمان. فأتاه فدخل عليه فقال له: إن ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك، فوجدوك قد ركبت أمورا عظاما، فاتق الله عز وجل وتب إليه وانزع عنها. اترك هاي الأمور، تب إلى الله، احنا ما نسوي لك شيء، احنا بس نريد تصحيح المسيرة. قال له عثمان: انظر إلى هذا، فإن الناس يزعمون أني قارئ، ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات، فوالله ما يدري أين الله. يستحقر هذا الكلام، بعثين لي واحد وأنا القارئ لكتاب الله وأنا الفاهم وأنا المتفقه، وهذا بعثين لي واحد لا يدري أين الله، مع أنه أصلا سؤال أين الله سؤال خطأ أساسا. الله ليس له أين، مؤين الأين، ولكن على عقيدة هؤلاء القوم الجهلة. قال عامر: أنا لا أدري أين الله، أنا ما أعرف وين الله. قال: نعم والله ما تدري أين الله. قال عامر: بل والله إني لأدري، إن الله بالمرصاد لك. إذا تقول أين الله، الله لك بالمرصاد، هناك الله عز وجل. ملاسنة. فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان. إذن عثمان تعنت بالنتيجة، بعثوا له مفاوضا بالحسنى، حقره، قال أنت ما تدري أصلا الله وين، إنزين، وصارت ملاسنة بينهما، نتيجة طرده ولم يستجب للكلام، ما سمع الحكي. أرسل إلى من؟ إلى معاوية بن أبي سفيان، والنعم، وإلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، أم النعم، وإلى سعيد بن العاص والنعل، وإلى عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أم النعل يصير، وإلى عبد الله بن عامر. شوف هذول من؟ هذول مستشاروه. من هم؟ بين كافر ومرتد ومنافق وفاسق وفاجر وخبيث، هذول هؤلاء كانوا ثقاته. تعال شوف، ما راح اجتمع مثلا بكبار أصحاب رسول الله من الصلحاء من المؤمنين الذين أثنى عليهم القرآن كما يزعم أهل الخلاف. يعني عجيب أمر أهل الخلاف، يقولون هؤلاء ليس مثلهم أحد، أثنى الله عليهم في كتابه. طيب أين عثمان عنهم؟ لما لم يكن يعرف حقهم بحيث أنه في نائبة من هذه النوائب كان يجمع هؤلاء الزبل حوله، كأن الأرض قد عدمت هؤلاء الصلحاء. أساسا من جاءوا مفاوضا جاءوا ممن؟ من أصحاب رسول الله، ومن الصلحاء من أصحاب رسول الله الذين اجتمعوا ونقموا عليه أحداثه. ما عبرهم، ما التفت إليهم ولا اهتم أصلا بما قالوه وبما وعظوه به، أصلا ما اهتم، وإنما جمع له من؟ هؤلاء الطلقاء المنافقين. فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه وما بلغه عنهم. فلما اجتمعوا عنده قال لهم: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء، وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي. تخيل، هذا يدلك فقط على أنه هذا الرجل خبيث، إذ يجعل بطانته هؤلاء الخبثاء ويسميهم بأنهم نصحاؤه ووزراؤه وأهل ثقته. وقد صنع الناس ما قد رأيتم،
تشوفون اكو تمرد صاير عند الناس، اكو قلاقل، الناس بدأوا يتحدثون علي، ينقمون علي، وطلبوا إلي أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون، فاجتهدوا رأيكم وأشيروا علي. شو تشيرون؟ فقال له عبد الله بن عامر: رأيي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك، وأن تجمرهم في المغازي حتى يذلوا لك، فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروه. هذا أول واحد. ما هي مشورته؟ قال: هذول يسوون عليك مشاكل، سوي مثل ما سوى صدام حسين، اشغلهم بحروب خارجية. صدام عنده مشاكل، حروب خارجية، حرب مع إيران، حرب الكويت، حرب هاي البينية مع أمريكا، أخيرا ما هي الحرب الأخيرة التي أتت عليه، من حرب إلى حرب، اشغلهم، خلي كل واحد بس شغله في هاي الحروب وكذا، بعد ما عنده وقت يلتفت إلى الداخل، بعثهم على الجبهة وخليهم يتورطون، بحيث كل واحد ما إلى شغل إلا دبر دابته وقمل فروه. يصير براسه قمل، فروة راسه يتأذى، بس يوميا بس شغله لازم يشيل القمل من راسه. ذاك الزمان أخوان ماكو شامبو هالأشياء اللي تنظف وإلى آخره، كان بهذلة، يعني هاي قضية القمل بهذلة كانت على أي حال. ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له: ما رأيك؟ هذا الثاني، خلينا نشوف شو يقول. قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد رأينا فاحسم عنك الداء واقطع عنك الذي تخاف واعمل برأي تصب. قال: وما هو؟ قال: إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرق ولا يجتمع لهم أمر. فقال عثمان: إن هذا الرأي، يعني هذا هو الرأي السليم، لولا ما فيه. شنو؟ بماذا أشار عليه؟ قال له: شوف، الناس تبع لقادتهم، أنت روح شوف من ذول الرؤوس الرافضة هذول، ماكو مالك الأشتار، عمر بن الحامق الخزاعي، عمار بن ياسر، هذول اللي يحرضون هذول ماكو، زين، كميل ابن زياد، ما أدري، هذول اللي موجودين مع من انضم إليهم، محمد بن أبي بكر، عبد الرحمن بن عديس البلوي، هذول الموجودين، اقطع الرؤوس، الناس لا تجتمع معهم، خلاص ترتاح، اقطع رؤوس الفتنة، ريح نفسك. يعني دي يحرض على ماذا؟ على حركة إجرامية إرهابية، حركة اغتيالات، قتلهم وبعدين آخر شيء قالوا ما قالوا قول يا بالجن قتلهم، مثل ما عمر قال عن سعد بن عبادة: قد أصبنا سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطف آده، مو الشكل هكذا، قيد الجريمة ضد مجهول. عثمان عجب الاقتراح، قال: هذا هو الرأي، صحيح، هذا رأي زين، هذا مضبوط، لولا ما فيه، خاف تصير مشاكل وقلاقل ومضاعفات يعني أكثر ترتد علينا، زين. ثم أقبل على معاوية فقال: ما رأيك؟ قال: أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم، وأنا ضامن لك قبلي. رأيي قال: لا، مو اغتيال ولا نشغلهم بالحروب، كل عامل، إحنا الآن عمالك جئنا، إحنا وزرائك وإحنا الولاة على الأمصار والبلدان، كل واحد يرجع يتكفل برعيته، أنا مو والي على الشام، أنا أضمن لك اللي عندي بالشام، أنا أكفيهم عنك، هذاك والي على مصر يكفي أهل مصر بنحو ما يركعهم، ذاك والي على الكوفة يركع أهل الكوفة، ذاك والي على البصرة، وهكذا كل يكفيك من هم قبله، بالبطش بالإرهاب،
ثم أقبل على عبد الله بن سعد فقال: ما رأيك؟ قال: أرى يا أمير المؤمنين أن الناس أهل طمع، الناس يحبون الفلوس، فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم. أعطيهم شوية، سكتهم بشوية فلوس، شوية فليسات مثل ما يقول، أعطيهم، سكتوا. بالفعل هم يصير في كثير من الأحيان. ثم أقبل على عمرو بن العاص، هذا الداهية، تعال شوف شلون جاوب حقيقة، صدق داهية، فقال له: ما رأيك؟ قال، ما خاطب حتى بأمير المؤمنين، قال: أرى أنك قد ركبت الناس بما يكرهون، فاعتزم أن تعتدل، إما تعتدل من عوجك هذا، فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل، ما تصير عدل، ما تمشي عدل، اعتزل، يلا اترك الحكم، فإن أبيت فاعتزم عزما وامضي قدما. عجيب، عمرو بن العاص الأموي يخاطب عثمان بن عفان الأموي هكذا، عمرو بن العاص داهية قريش. تعجب عثمان فقال: عثمان، ما لك قميل فروك؟ صيبك القمض براسك إن شاء الله، فروة راسك، أهذا الجد منك؟ هذا الجد منك الآن في هالموقف؟ هذه جديتك في الموضوع؟ هالشكل تتجرأ علي وتخاطبني؟ فأسكت عنه دهرا، سكت حتى إذا تفرق القوم، قاموا البقية، عمرو بن شو اسمه معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وسعيد بن العاص وعامر وغيرهم، كلهم قاموا، بقى فقط عمرو بن العاص وعثمان. شوف ماذا قال له. قال عمرو: لا والله يا أمير المؤمنين، لأنت أعز علي من ذلك، ولكن قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا، فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي، فأقود إليك خيرا أو أدفع عنك شرا. داهية داهية داهية. قال: أنا أدري هاي جلستنا سوف تنقل أخبارها إلى من هم في الخارج من الثائرين، وسيعرفون أنه معاوية قال هكذا، عبد الله بن سعد هكذا قال، فلان قال هكذا، فلان قال هكذا، بعدين يقولون عمرو بن العاص والله طلع خوش رجال، وقف ويانا، قال له: إما تصير عدل وإما تعتزل، فإذا هذا رجل شريف، فسيتواصلون معي ويثقون بي فيخبرونني بما سيصنعون، هل يوم الساعة كذا احنا ترى راح نهجم على عثمان مثلا فأدفع عنك شرا، أقول لك ترى تحسب أبلغك، أو مثلا أقود إليك خيرا، أروح أقول لهم: لا يا أبا ترى ظلمت الرجل هذا من اللي حوله، هو ما له علاقة، مسكين ما له شغل، وهكذا، حتى يصير ماذا؟ مورد ثقة واطمئنان الثائرين. خبيث ماكر داهية عمرو، وما أدراك ما عمرو. نقرأ الحديث الذي يليه مباشرة في تاريخ الطبري، يعني الحديث المرقم برقم 1413، أيضا يرسم لنا شيئا من الصورة عن تعنت عثمان وبطشه، وكيف أنه لم يستجب يعني المفاوضات، ولم يستجب لكلمة الحسنى حقيقة، وإنما جمع إليه بطانته وبطانة الشر هؤلاء ثقاته، وكل واحد كان يحرضه على شيء معين. يروي الطبري عن عبد الملك بن عمير الزهري أنه قال: جمع عثمان أمراء الأجناد، يعني أمراء الجنود، اجتماع مجلس الأمن القومي، معاوية بن أبي سفيان وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وعمر بن العاص، فقال: شيروا علي، فإن الناس قد تنمروا لي،
تنمروا، كل واحد منهم صار نمر علي، الناس تنمروا لي، أشيروا، ماذا نصنع؟ فقال له معاوية: أشير عليك أن تأمر أمراء أجنادك فيكفيك كل رجل منهم ما قبله وأكفيك أنا أهل الشام. فقال له عبد الله بن عامر: أرى لك أن تجمرهم في هذه البعوث، حروب خارجية، حتى يهم كل رجل منهم دبر دابته وتشغلهم عن الإرجاف بك، نفس المعاني المذكورة في الرواية السابقة. فقال عبد الله بن سعد: أشير عليك أن تنظر ما أسخطهم فترضيهم، ثم تخرج لهم هذا المال فيقسم بينهم. ثم قام عمرو بن العاص فقال: يا عثمان، إنك قد ركبت الناس بمثل بني أمية، فقلت وقالوا وزغت وزاغوا، فاعتدل أو اعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزما وامض قدما. فقال له عثمان: ما لك قمل فروك؟ أهذا الجد منك؟ فأسكت عمرو حتى إذا تفرقوا قال: لا والله يا أمير المؤمنين، لأنت أكرم علي من ذلك، ولكني قد علمت أن بالباب قوما، هذول المجتمعين على الباب، قد علموا أنك جمعتنا لنشير عليك، فأحببت أن يبلغهم قولي فأقود لك خيرا أو أدفع عنك شرا. زين، لماذا نقلنا هذه الرواية؟ ما يهمنا ذيل هذه الرواية، أنه قرار عثمان ماذا كان؟ قراره ما هو؟ يقول: فرد عثمان عماله على أعمالهم، كل واحد رجع إلى حكومته، وأمرهم بالتضييق على من قبلهم، ضيقوا عليهم، على الشعوب الإسلامية، وأمرهم بتجمير الناس في البعوث، ابعثوهم إلى الحدود، إلى الجبهات، حتى يقاتلوا هناك وينشغلوا عني، وعزم على تحريم أعطياتهم من بيت المال ليطيعوه ويحتاجوا إليه. فإذا بدأ بأول سياسة بدأ بها كل حكام العرب في عصر ربيع العربي، هذا أول ما بدأت الانتفاضات عليهم. أول شيء يجربون ماذا؟ طبعا تفتح التلفزيون الرسمي شنو يقول؟ مؤامرة خارجية، عملاء مؤامرة خارجية وإلى آخره، وتضييق في البداية، في البداية تضييق وشدة، يحاولون القمع بماذا؟ بالقوة، منطق القوة. حينما يجدون أنه منطق القوة لم يعد يفلح، يلجؤون إلى ماذا؟ إلى المفاوضات والمساومات السياسية وإلى آخره، مرحلة انتقالية، مثل ما سوى علي عبد الله صالح. شو نسوى؟ شاف القضية منطق القوة ما ينفع بعد، فقام بماذا؟ بتخريجة معينة، خرج نفسه سالما غانما. ذاك زين العابدين بن علي بآخر لحظة طار، فك عمره، راح قاعد الآن عند آل سعود مرتاح هناك. أما اللي قاوم تورط، اللي ظل يقاوم وبآخر لحظة استسلم، مثل حسني مبارك آخر لحظة استسلم، قالوا له يا عمي طير، قاعد بشرم الشيخ، أخيرا أخذوه والآن ذليل في السجن. قذافي ظل يقاوم، قذافي بعد ما يسمع الحكي، ظل يقاوم ظل يقاوم ظل يقاوم، أخيرا لقوه وين؟ انبوب المجاري وذبحوه. هاي مش طغاة، هذه طبيعتهم، هذه صفة طاغية. عثمان بن عفان طاغية، إذا لم يكن طاغية لم يكن هكذا يأمر من جمعهم. قال ارجعوا وضيقوا عليهم واحرموهم من المال حتى يحتاجون إلي، فبعدين أنا ساومهم، يعني يريد إذلال الشعوب الإسلامية، يضيق عليهم في معيشتهم، في حياتهم، في حرياتهم، ويشغلهم في الحروب الخارجية. ويلا سياسة القوة، سياسة القوة هي التي جعلت الشعوب الإسلامية تنتفض عليه أكثر. اتعاند نعاند، احنا ما تساهل وياهم منذ البداية، بالعكس، إلى أن جاءت النوبة عليه هو أكلها، قتلوه شر قتله، وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه. ورد سعيد بن العاص أميرا على الكوفة، سعيد بن العاص هذا الفاسق،
فخرج أهل الكوفة عليه بالسلاح. شوف الشدة، لأنه شافوا ما يستجيب عثمان لهم. فخرج أهل الكوفة عليه بالسلاح، فتلقوه فردوه وقالوا لا والله لا يلي علينا حكما ما حملنا سيوفنا، نحن لا نريد سعيد بن العاص الأموي أميرا، خلاص ما نقبل به بعد مرة أخرى. موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان؟ موقف معارض. من أوائل من فتحوا باب الثورة على عثمان بن عفان رجل شريف من أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما، يقال له جبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري، هذا من الأنصار. هذا رجل كان رافضيا وله موقف بطولي يرويه الطبري أيضا في الجزء الخامس الصفحة 114 رقم الحديث 1427. يقول حدثني محمد اللي هو الواقدي إلى أن ينتهي إلى عن عامر بن سعد، هذا ثقة عامر بن سعد، قال ثقة عندهم، قال كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السيء، أول شخص اجترأ على عثمان بالمنطق السيء، تكلم بمنطق سيء شديد على عثمان. من؟ جبلة بن عمرو الساعدي. مر به عثمان وهو جالس في ندي قومه، ندي قومه يعني نادي قومه، النادي مجلس الناس إذا اجتمعوا به نهارا يقال له ماذا؟ نادي أو ندي. وفي يد جبلة بن عمرو جامعة، فلما مر عثمان سلم فرد القوم، إذولا ردوا عليه السلام، فقال جبلة لم تردون على رجل فعل كذا وكذا كذا وكذا، ما يريدون تعداد يعني الأعمال السيئة فخلوها كذا وكذا. ما عجبه جبلة بن عمرو رافضي، يشوف عثمان مار ويسلم سلام، لا احنا بينه وبينك حرب، احنا رافضة ما نقبل أنه حتى سلام مرد عليك، إحنا أنت أصلا لست أهلا للسلام، أنت أهل للحرب، أنت رجل طاغية، رجل مبتدع، رجل مرتد، رجل فاسق، أنت خنت رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، خنت القرآن، خنت العترة. التفت إلى ذول اللي ردوا السلام فقال لهم لما تردون عليه وقد فعل كذا وكذا، ثم أقبل على عثمان، رافضي ما يجوز، يقعد راحة ما يقعد راحة، ثم أقبل على عثمان فقال والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه. إما تصير آدمي وتترك هاي البطانة مالتك، بطانة السوء والشر اللي حولك هذولا، وإما ترى أنا أعرف شلون أدبك. عثمان حاكم إمبراطور يحكم كل البلاد الإسلامية آنذاك، جبلة بن عمرو الساعدي مجرد رجل رافضي شريف، آخر شيء طلعوا عميل المسكين، لازم لأنه بعد ده يتكلم على عثمان لازم يطلع عميل، ومو بس يطلع عميل عند أولياء عثمان، حتى أصحاب نظرية أنه لابد من احترام رموز الطوائف الأخرى واللي يحكي عليهم بمنطق سيء أم يطلع عميل، فهذا لابد أول العملاء ترى، لأنه شنو تقول الرواية؟ كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السيء. لا هذا مو من أخلاق أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، المنطق السيء على رموز الكفر والضلالة ليس من أخلاق أئمتنا، زين هذول تربية أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. ناهيك عن أن أئمتنا أنفسهم كان لهم منطق سيء على أعداء الله عز وجل،
تلك أحاديثهم موجودة في الكتب. أنا أتعجب حقيقة من مستوى الهبوط العلمي والمعرفي عند الأمة، بحيث أنه يصدقون كلام هؤلاء المعممين المخادعين، وبعضهم الجهلة أيضا الذين يقولون لا لا مو من أخلاق أئمتنا، كأنه هاي الكتب كلها ما موجودة بين إيدنا. يعني الشيء الذي هو نصب الأعين أمامنا تماما، هذه روايات آل محمد عليهم السلام، وهذه أشعارهم أيضا، وهذه أقوالهم، وتلك سيرهم وسير أصحابهم. واضح عندك العشرات والعشرات من الأدلة والشواهد والأحاديث الصحيحة والصريحة والمستفيضة في أنهم كان لهم منطق سيء على من؟ على رموز الكفر والضلال المقدسين عند الطوائف الأخرى. قالوها سرا وقالوها جهرا في موارد عديدة، لأنه هم أكو تصور عند بعض الناس أنه لا سرا في بيوت الأئمة فقط، لا أنتم لم تقرأوا جيدا ولم تلاحظوا جيدا. روحوا استمعوا إلى سلسلة محاضرات تحرير الإنسان الشيعي، روحوا شوفوا 14 مثال بس جبنا من التبركا بأسماء بعدد المعصومين عليهم الصلاة والسلام من الأمثلة الجهرية، كيف جهر أئمتنا عليهم السلام في النيل من أبي بكر وعمر وعائشة جهرا أمام المخالفين، أمام المخالفين جهرا مو سرا، وفي عهود التقية وفي ظروف خانقة جدا. يضحكون على الناس، يضحك هؤلاء على الناس، يستغبون الناس، يريدون أن يصنعوا تشيعا جديدا وإسلاما جديدا، هذا الذي يريدونه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لك أن تقول السوء من القول على من ظلم، والله يحب ذلك. هذا شنو كان يفعل هذا الرافض الشريف جبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري من أصحاب رسول الله، من أصحاب أمير المؤمنين، شارك في الجمل ضد عائشة، شارك في صفين ضد معاوية، شارك في النهروان ضد الخوارج. زين، ماذا تقول الرواية؟ لاحظوا، كان أول من اجترى على عثمان بالمنطق السيء، بالمنطق السيء، كان رافض شريف، ما يهمه خلي يقولون عنه عميل مو عميل، ما يهمه، المهم أن يعمل بمبادئ الكتاب والعترة. الإمام المعصوم عليه السلام يقول لا تبقوا لهم باقية، لما يأتيه رجل يقول له شو سوي مع ذولا جيراني النصاب الذين يفضلون علي على أمير المؤمنين أبا بكر وعمر وعثمان، يقول روح صكوا بالحق جباههم، بينوا عوراتهم، اكشفوا مثالبهم، بين قول عمر كذا هكذا مثالبه، أبو بكر كذا، ولا تبقوا لهم باقية، حرق حراق لا يهمك. وإلا شلون رافضي لعن؟ رافضي قاعد خارج عن رجل، شنو يعني؟ الرافضي ثائر، ثائر على من؟ على من اغتصب الشرعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، على المنافقين، على أئمة الباطل، على أئمة الجور، على أئمة النفاق. احنا معارضة إسلامية، هاي شغلنا، احنا شغلنا نعري هؤلاء، نفضح هؤلاء، هذا شغلنا. يقول عمرو بن جبلة بن عمرو الساعدي رحمة الله عليه، يقول مهددا عثمان، وعثمان امبراطور حاكم آنذاك، يعني إذا ما عمل بالتقية الرجل، أقبل على عثمان فقال له والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه. قال عثمان أي بطانة؟ فوالله إني لأتخير الناس. استغبي، استحمق نفسه، يقول شنو بطانتي؟ الحمد لله بطانة خير، كل الوزراء اللي عندي ناس كفاءة وصلحاء زينين، كلهم زينين، عزة الدوري، طه ياسين رمضان، ما أدري طارق عزيز، علي كيمياوي، وذولا الموجودين ناس صلحاء من الرفاق والماجدات. ما أدري عثمان كان عنده وزيرة لو ما كان عنده، يمكن نائلة كانت وزيرة، الماجدة نائلة.
قال عثمان: أي بطانة؟ فوالله إني لأتخير الناس. فقال عمرو بن جبل يرد عليه، قال: مروان تخيرته؟ مروان بن الحكم. ومعاوية تخيرته؟ يعني أنت رحت فتشت الآن تريد خيرة الناس، ما لقيت غير مروان، هذا خيرة الناس يعني طلعته، ها؟ ومعاوية هم شنو؟ خيرة الناس. وعبد الله بن عامر بن كريز تخيرته، وعبد الله بن سعد تخيرته، منهم من نزل القرآن بذمه وأباح رسول الله صلى الله عليه وآله دمه، هذول هم خيرتك؟ هؤلاء هم خيرة الناس؟ ما بين من نزل القرآن بذمه وهم كلهم من الشجرة الملعونة في القرآن، وبين من أباح رسول الله صلى الله عليه وآله دمه، هذول الخيرة الآن؟ خيرة بطانتك؟ تضحك على من؟ قال: فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم. فتح طريق، كسر الحواجز. لا سكوت، ما نسكت على أئمة الباطل. الرافضة يفتحون طريق النور، طريق الثورة، طريق التمرد على أعداء الله عز وجل والباطشين والظالمين. ما سكت الرجل. فمن بعدها عثمان مثل ما احنا نقول شنو، صارت طقته بشنو؟ ببيزة، ما حد بعد يهتم، خلاص اجترأوا عليه، انفتح، انكسر القيد وأزيل هذا الحاجز، هدم هذا الحاجز، صار الناس يحجون بشكل طبيعي. هذا يرويه الطبري. لسنا نحن الذين نرويه، يرويه الطبري. مخالفين بطبيعتهم هم يأتون ماذا؟ يقولون أنه لا، الروايات هذه فيها نظر، فيها كذا، كعادتهم. هذا لعب، لعبة الأسناد لعب. هذا هذه الرواية أولا عمن مروية؟ يقول حدثني محمد. من محمد هذا؟ محمد بن عمر الواقدي المعروف، اللي هو أستاذ ابن سعد صاحب الطبقات، لأن ابن سعد ماذا يقال له؟ يقول كاتب الواقدي. هذا الواقدي وإن غمزوا في حقه قليلا، لكنهم جميعا اعتبروه ماذا؟ عالما، علامة بالأخبار، بالسير، ولا يستغنى عنه في أخبار الصحابة كما هم يعبرون. شوفوا، لاحظوا مثلا ترجمته كما يترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء في الطبقة العاشرة في المجلد التاسع الصفحة 454، يقول: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المديني القاضي صاحب التصانيف والمغازي العلامة الإمام أبو عبد الله أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. فيه ضعف، هم قالوا، هم الآن يعبرون عنه متروك، يقولون متى يتركونه؟ لما تأتي روايات تثلب صحابتهم وأئمتهم. متى يقبلونه؟ لما تأتي روايات اللي في صالح، ليس منهجا علميا، منهج نابع من الهوى والمزاج، حسب مزاجه. ولد بعد 20 و100، وطلب العلم عام 40، وسمع من صغار التابعين فمن بعدهم بالحجاز والشام وغير ذلك، وجمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك. يقولون بعض أخبار ماذا؟ مخلوطة، فيها غث وسمين، فاطرحوه لذلك. ومع هذا، شوف إمامهم الذهبي ماذا ينص عليه، يقول: ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم. يقول مع هذا كله في قسم، هسه بعض الأحاديث مثلا المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، المروية عن طريق الواقدي، لا تأخذونها شأن، مو مشكلة، فيها ضعف، فيها غث وسمين. أما يستغنى عنه في مغازي رسول الله؟ كلا، لأنه بالفعل إذا تشيل الواقدي مغازي رسول الله كلها أصلا تروح، هو الخبير، هو أخبر خبراء المغازي بالتفصيل، يذكر غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وأيام الصحابة وأخبارهم. شيء اللي متعلق بذولا
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أخبر الخبراء لا يستغنى عنه، وهذه الرواية من هذا القسم فتكفينا، ويكفينا ورودها في الطبري، ويكفينا أنها معضدة بكل المصادر التاريخية الأخرى وبكل الروايات. كل الروايات تذكر أن الذين نقموا على عثمان إنما نقموا ماذا عليه؟ توليته بطانة سوء، بطانة شر. هؤلاء جعلهم أولياء على رقاب المسلمين وجعلهم يتحكمون ببيوت مال المسلمين، وإلا الثورة هذه ما نبعت من فراغ، يعني شكل جوتر يعني ثاروا عليه، لابد لها أسباب. هذه من أهم أسبابها، من يريد إلغاء ذلك إذن علي أن يلغي التاريخ كله ويخلي عقله وين؟ بالثلاجة، بعد خلص ما يشتغل عقله، خلص كل التاريخ لازم يحرقه، خلص ماكو شيء بعد. إلى ها هنا نحن عرضنا إذن الشواهد والأدلة التي تعطينا صورة ولمحة عن هذا الرجل الطاغية، وأنه لماذا ثاروا عليه؟ الثورة كانت لماذا؟ لأنه ولى هؤلاء. هنا في ختام هذه الورقة البحثية نصل إلى نتيجتنا المهمة، إجابة على سؤال: عثمان بن عفان في الجنة أم في النار؟ انتوا شو تقولون؟ في النار. ليش تقولون في النار؟ لا شك لأعماله، ولكن فيما يرتبط بموضوعنا الآن. شوفوا إخواني، نحن لنا أن نحاكم أهل الخلاف بما يروونه في صحاحهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نقول انتوا هذا اللي انتوا تروه في الصحاح في البخاري في مسلم في غيرهما، عليكم أن تطبقوا هذه الروايات على التأريخ. لماذا هذه المقاطعة أو المباينة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من جانب ومجريات الواقع التاريخي من جانب آخر؟ ما تطبق هذا على ذاك؟ إذا تطبق هذا على ذاك، بل إذا تطبق القرآن على ذاك، تعرف الحق خلص، تعرف أن هؤلاء ليسوا أهلا للاحترام والموالاة. شوفوا إخواني، أعرض لكم هذا النموذج التطبيقي. اقرأوا في صحيح البخاري في كتاب الأحكام في باب من استرعي رعية فلم ينصح، شوية دقق في عنوان الباب. باب من استرعي رعية، يعني جعلت رعية في عهدته، هو راعي هذه الرعية، فلم ينصح. لم ينصح يعني شنو؟ يعني لم يخلص عمله، لم يكن خالصا، فيه غش، فيه غش. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني شنو توبة نصوحا؟ توبة خالصة ما فيها غش، لا تغش الله عز وجل، تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت في اليوم التالي تعود إلى نفس المعصية. هذه مو توبة نصوحة، يعني مو توبة خالصة، فيها ماذا؟ غش. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم. زين، باب من استرعي رعية فلم ينصح. رقم الحديث 6731. يقول البخاري: حدثنا أبو نعيم إلى أن يصل إلى، يقول عن الحسن. من هو هذا الحسن؟ الحسن البصري المعروف إمام أهل الخلاف. أن عبيد الله بن زياد، من عبيد الله بن زياد؟ لعنة الله عليه، قاتل الحسين صلوات الله عليه، عبيد الله بن زياد بن أبيه. هذا عبيد الله بن زياد كان حاكما لأين؟ للكوفة. في عهد من؟ في عهد يزيد ابن معاوية لعنة الله عليهما. أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار، معقل ابن يسار أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاده في مرضه، راح زار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل:
إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. مثيل لهذه الرواية يرويها مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. الوالي الحاكم الذي يغش رعيته يستحق ماذا؟ النار. يروي بسنده أيضا عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزنية في مرضه الذي مات فيه. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. معقل بن يسار يخاطب عبيد الله بن زياد يقول: أنا راح أحدثك الآن حديث، بس لو أدري أكو أنا راح أعيش ما راح أحدثك، لأنه أخاف على نفسي، أنا أعمل بالتقية، فأحدثك وأنا دا أموت، وأنا أموت حتى فقط يعني أبرئ ذمتي. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. صار واضح الآن؟ الذي يغش رعيته ولا يخلص، لا ينصح، هذا معنى النصيحة للرعية، إمام له رعية مسؤول عن الرعية، لابد أن يكون مخلصا في عمله، لابد أن يكون ناصحا لأمته ورعيته، وإلا إذا غشها فإنه ماذا؟ في النار. رواية البخاري، لفظ البخاري: لم يجد رائحة الجنة. لفظ مسلم ماذا؟ إلا حرم الله عليه الجنة. طبق هذا الحديث الشريف على عثمان بن عفان حين ولى على رقاب المسلمين هؤلاء السفلة وأمرهم بالتضييق على الرعية والجور عليهم، وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وجلتهم وكبارهم وصلحاءهم، وأصر على هؤلاء الذين منهم من نزل القرآن بذمه ومن أباح رسول الله صلى الله عليه وآله دمه، كما قال عمرو بن جبلة الساعدي: الفسقة، الفجرة، الظلمة، الطلقاء وأمثال هؤلاء. هل ما صنعه عثمان من النصيحة للرعية أم من الغش للرعية؟ لما يأتي حاكم ويولي علينا فاسقا فاجرا آثما غادرا طليقا، هذا يكون ناصحا لنا، يعني يريد النصيحة لنا، يريد الصلاح لنا، هذا مخلص يقال عنه أنه مخلص لعمله. ما هي أسباب الثورة على الحكام؟ أحد أهم الأسباب تفريط بالأموال العامة واستبداد، وماذا؟ أنهم يولون الوحوش على الناس، وزراء وحوش، رؤساء الجيش والشرطة وحوش، الأمن وحوش، المخابرات وحوش، مو شكل المحافظين المحافظات كلهم ظلمة إلى آخره. هاي أسباب النقمة على الحاكم، يقال هاي كلها بطانة فساد، حكومة فساد، مجرمون، آثمون إلى ما هنالك. هذا عين ما صنعه عثمان. فإذا طبقنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم على عثمان في هذه الجزئية فقط، كفت في إثبات أن عثمان محرمة عليه الجنة، في النار، في النار لعنه الله. والشخص المسلم اليوم الذي ثار على زين العابدين بن علي، ثار على حسني مبارك، ثار على علي عبد الله صالح، على القذافي، على بشار الأسد، ولو أسد بعد صارت خلص لا ثورة ولا هم يحزنون، كلها حرب أهلية وانتهت القضية،
زين، هذول الذين ثاروا والذين سيثورون. الدنيا دول، تلك الأيام نداولها بين الناس، يوم هذا يصير حاكم يوم ذاك يصير حاكم، مو مشكلة. يعني حسني مبارك في أول من طلقت الثورة عليه كان حاكما وفرعونا لمصر، مو هالشكل. وكان في السجن من؟ محمد مرسي. الآن محمد مرسي صار حاكما وحسني مبارك صار بالسجن، يعني تتبدل الأمور. بس الفرق أنه جابوا لنا شنو؟ رئيس طرطور أونطة. أي أونطة طرطور، يعني ذاك كان رئيس مالي، مالي يعني الرئاسة. حسني مبارك عجل يعني مرتب، أذاك الآن طرطور جايبين. يا دي الذل ويا دي العار، قبلنا رئيس طرطور حمار، الشكل يقولون المصريين في مظاهراتهم ضد محمد مرسي. الشاهد، فهذا الشخص المسلم الذي ثار على هؤلاء الحكام يقال له بلسان الضمير، ضميرك الذي تحرك على هؤلاء الحكام لهذه الموبقات والجرائم ينبغي أن يتحرك أيضا على الحكام السابقين، لأنهم ارتكبوا ذات الجرائم هذه بل أفظع منها. لأنه كلما تقارب العهد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كلما كانت الجريمة ماذا؟ أفظع. يعني الشخص الذي عاصر رسول الله وشاهد من أخلاق رسول الله ومن تعاليم رسول الله يرتكب جريمة مثل الشخص الذي بينه وبين رسول الله 1400 عام، طبعا لا فرق، ذاك أكثر إجراما. فعثمان هو الذي يجب عليكم أن تثوروا عليه، تبروا إلى الله عز وجل منه ومن منهجه، لأنكم علمتم أنه من أهل النار. هذا كما ثار أسلافكم، هنا خطاب للمصريين خصوصا، أسلافكم هم الذين ثاروا على عثمان وخلعوه. الرئيس المخلوع كان ذاك الوقت عثمان بن عفان، كان الرئيس المخلوع مثل ما خلعتم الآن حسني مبارك. أنتم خلعتم من ذي قبل عثمان بن عفان، ما بالكم اليوم توالون عثمان بن عفان؟ ما الذي أصابكم لعدم قراءتكم هذه الصفحات في التاريخ؟ لو قرأتموها جيدا لعلمتم أن أسلافكم أجدادكم هم الحق معهم، الذين ثاروا على عثمان وكرهوا عثمان وهرعوا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وبايعوه. المصريون حقيقة في تلك الحقبة كانوا شرفاء. ليش؟ لأنه كانوا عموما تحت تلمذة محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الشريف البطل، رباهم على حب علي والولاء للشرعية لأهل بيت النبي صلوات الله عليه. فقادهم من مصر، جاء بأهل مصر انتفاضة، سوى ثار على عثمان، قتلوا عثمان، خلعوه وقتلوه، وثم هرعوا جميعا إلى علي بن أبي طالب يبايعونه، قالوا لا نبايع إلا عليا. المصريون لهم هذا الدور. انقلبت الأحوال مع الأسف بسبب الظلم والاضطهاد والجور الذي جاء مع صلاح الدين وغير صلاح الدين، فسلخ الشعب المصري عن عقيدته القديمة الرافضية الأصيلة الإسلامية الأصيلة. فمع الأسف كثير الآن من أبناء المصريين جهلا يوالون طاغية مثل عثمان بن عفان. الآن جاء دور مراجعة هذه المواقف والعودة إلى الأصالة وتنزيه النفس عن موالاة هؤلاء الذين هم من أهل النار. لا بأس بفتح باب الاتصالات. أحسنت سماحة الشيخ وطيب الله أنفاسك، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم ولعن أعداهم. حياكم الله أعزائي مشاهدي قناة فدك وقناة صوت العترة في هذا البث المباشر، ونفتح مجال الاتصالات مكتوب بين قوسين الأولوية للمخالفين، ولكن لا بأس ناخذ الاتصالات من الكل. حولوا لنا اتصالات الأخوة أخواني. سمحت شيخ وسمحت القلم. ناخذ فريد من هولندا. السلام عليكم فريد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم فريد، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. شيخنا عندي سؤالين.
فضل. في زمن حكم عمر بن عمر اللعين توضأ رجل ومسح على خفين وصلى وقال إمام علي عليه السلام كرم الله وجهه وإلك تصلي على غير وضوء، وقال أمرني عمر وذهب إلى عمر قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل هكذا، قال إمام علي عليه السلام كان قبل المائدة أم بعده؟ وسكت عمر ولم يعرف الجواب. والسؤال الثاني، السؤال ما هو لو سمحت فريد، ما هو السؤال بهذه الرواية؟ السؤال هسه يأتي. عمر كان يقرأه غير المغضوب وغير الضالين، هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. المصادر فتح الباري لابن حجر جزء 8 صفحة 159 حديث صحيح، تفسير ابن كثير جزء 1 صفحة 55 حديث صحيح، تفسير سنن سعيد بن منصور جزء 2 صفحة 534 حديث صحيح، وكذلك عبد الله بن زبير أكرمة كان يقرؤون على نفس الصيغة مثل صيغة عمر بن الخطاب. أنا أسأل المخالفين أولا، هل اجتهد عمر أمام الله وأراد أن ينزل الآية بهذه الصيغة غير المغضوب وغير الضالين كما يزعمون آية الحجاب نزل على رأي عمر بن الخطاب، أم أراد عمر أن ينحرف المسلمين عن الدين الإسلامي وبالنتيجة إلى جهنم؟ أحسنت. لأن الصلاة بدون وضوء نعم. وقراءة مغلوطة ما مقبولة، يعني الصلاة باطلة. أحسنت أحسنت فريد، مشكور جزاك الله خير. ناخذ منه عندنا أبو فاطمة من بابل. أبو فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فاطمة، تفضل سؤالك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عندي سؤال، يعني السؤال الأول، هل تستدعي البراءة من أعداء الله وهي كما نعلم الفرع العاشر من فروع الدين والتي يستحب الجهر بها، هل تستدعي إعلان السب والشتم واللعن لأعداء الله خصوصا إذا علمنا ما يلي؟ أولا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثانيا ما ورد في قول الكافي في كتاب الروضة الرواية الأولى من مرآة العقول للعلامة المجلسي، ما مضمونه عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم أو على قراءة حيث يسمعونكم. نعم. ثالثا ما ورد في كتاب تمام نهج البلاغة بتحقيق وتسليم السيد صادق الموسوي، ما مضمونه عندما سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه قوما من أصحابه يسبون أهل الشام يعني بني أمية، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين شتامين لعانين، ولكن لو وصفتم مساوى أعمالهم وحالهم وسيرتهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر. السؤال الثاني، هل هناك ظروف معينة تستدعي السب أو اللعنة بقسمي العنوان سارة وبالأسماء سارة أخرى؟ هذا وجزاكم الله خير جزاء المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حيدر من كربلاء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ الحبيب المحترم. أهلا وسهلا، حياك الله أبو حيدر. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أعدائهم لا سيما أبو بكر وعائشة وعثمان وحفصة وعمر. شيخنا العزيز، نبارك لكم افتتاح المسجد، هذا المشروع الإلهي. شيخنا العزيز المحترم، مداخلتي أو سؤالي، يوم أمس أكو برنامج كان على قناة صوت العشرة بخصوص شيعة مصر. شيخنا العزيز، لأهمية الموضوع يا حبة لا سماحة الشيخ الحبيب هو أبونا ومعلمنا، يا ريت فت كلمة وتوجيه للأخوة الشيعة
لما وصلت هؤلاء الأخوة الشجعان. وفقكم الله وآسف على الإطالة. حياك الله وسهلا. الله يخليكم اخواني اللي اخذ فرصته بالاتصال والمداخله يعطي فرصه لاخوان اللي ما حالفهم الحظ بالاتصال. احنا مسوين اولويه للمخالفين. الحين احنا نقول للشيعة نفسهم اخواننا اللي اتصلوا مثل حصل مكالمه في برنامج اللي فات واللي قبله واللي قبله يعطي مجال لان اخواني يمكن بالمئات او يمكن بالالاف اتوقع انا على الأجزاء من الثانية قاعد يتصلون لما يوقف التلفون وما يحصلون. في بعض الأخوان يقولون من أول ما افتتحت قناة صوت العترة ما حصل لنا مجال للاتصال. يعطون أخوانهم الله يخليكم مجال. عطني الاتصال الآخر. نعم حسن من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا أخي حسن. الله يبارك. أريد أن أتحدث. نعم تفضل. أريد أن أتحدث مع الشيخ. نعم تفضل أنت على الهواء مباشرة تفضل. لماذا تسبون أبو بكر وعمر؟ ألا يقول الله فيهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون؟ نعم هذا سؤالك إن شاء الله نحوله إلى سماحة الشيخ. شكرا أخونا حسن على السؤال. منو عندك محمد؟ لأن ما في عندنا وقت تقريبا نص ساعة حتى على الصلاة. منو عندك بعد؟ إيه زين خلنا نبدأ بالإجابة. إذا في أحد من المخالفين على الخط ممكن نقطع الإجابة أو نأخذه بعد ما ينتهي سماحة الشيخ من الإجابة. سماحة الشيخ أبو فاطمة من بابل يقول هل تستدعي البراءة من أعداء الله إعلان السب والشتم واللعن لأعداء الله بعدما سمعنا استشهد بالآية يسب الله عدوا بغير علم ورواية عن الإمام الكافي عن الإمام الصادق إياكم وسب أعداء الله حيث يسمعونكم وكلمة أمير المؤمنين أكره لكم أن تكونوا سبابين. فيقول نعم هذا السؤال الأول. هذه المباحث تفصيليا ذكرناها منذ سنوات في سلسلة محاضراتنا تحرير الإنسان الشيعي، وكذلك تطرقنا إليها في الليالي الحسينية لسنة 1432 على ما أتذكر، فتطرقنا إلى هذه التي يستشهد بها أو يمكن أن يستشهد بها البعض لأجل إبطال منهج الصدع بالحق وإعلان البراءة من أعداء الله تبارك وتعالى. كنا قد ذكرناها منذ سنوات لأننا كنا نفتش عن كل ما يمكن أن يشكل معارضا لأسس هذا المنهج أو لمتبنياته وسلوكياته، وذلك قبل أن يتفطن أحد إلى ذكر هذه المعارضات للعلم. فقلنا هناك ما هذا إجماله ولا يسعنا التفصيل، إنما أطلب من الأخ الكريم ومن سائر طلبة العلم وأهله إن شاء الله تعالى أن يرجعوا إلى تلك المباحث الدقيقة حتى تتضح لهم الصورة. أقول قلنا هناك ما هذا إجماله، أنه في أحيان كثيرة يتوقف هذا الإعلان على كل ما يشكل نيلا من رموز الباطل أو أعداء الله عز وجل. وبعبارة أخرى إنه لا ينبغي أن يتشبث كثيرا بالمصادق، وإنما ينظر إليها كمجموع. فإذا لم يتأت مثلا في يوم من الأيام أو في حقبة من الأحقاب أن يمحق الباطل إلا بأن يأخذ أحد فأسا أو معولا ويكسر به الأصنام التي تعبد كما صنعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا فليكن ذلك، وإلا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الواضح جدا أنه حين كسر تلك الأصنام
ما كان هذا من الجدار بالتي هي أحسن في شيء، لم يكن من باب إلقاء الحجة ولا المناظرة العلمية ولا البحث والنقاش، وإنما كان حركة استفزازية بامتياز، لأنه ذهب إلى أقدس مقدساتهم التي يعبدونها وكسرها، وهذا أشد حتى من النيل ومن السب والهجاء وما شاكل. فهل يقال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بحركة، نعوذ بالله، يعني حركة اعتباطية مثلا؟ لا، لا شك إذن أن البراءة في تلك الحقبة كانت تتوقف على مثل هذا التصرف بعينه، فكذلك الحال في أحقاب أخرى. قد يكون أمر كسر جبهة الباطل ورموز الباطل متوقفا على مثل السب، متوقفا على مثل النيل، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيحة الكافي الشريف: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم كي يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. أمرنا إذن بأن نتعامل مع أهل الريب والبدع هكذا، لأنه في تقدير صاحب الشريعة، تسامحا في العبارة نقول تقدير، أنه لا يمكن كسر جبهة أهل الريب والبدع إلا بالإكثار من سبهم، لا فقط سبهم، وهذا معطوف على إظهار البراءة منهم مثلا. كذلك كان من تقديره صلى الله عليه وآله بل قضائه وحكمته أن يأمر مثلا حسانا وغيره من شعرائه بأن يهجوا قريشا، والهجاء سب في قالب شعري، شتم في قالب شعري، وتلك أشعارهم موجودة مبثوثة في الكتب وفي المصادر، كانوا ينالون فيها حتى من أعراضهم. يذكرون أنهم أبناء بغايا، أبناء زواني، الأشعار موجودة. بل في بعض الروايات أن رسول الله لم يستحب ذلك فقط، وإنما حثهم عليه، وكان يقول: أخرجوني منهم، يعني ديروا بالكم، لاحظوا نسبي جيدا، فإني ولدت من نكاح لا من سفاح، حتى لا يصير اختلاط. وهكذا سيرة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في موارد عديدة، فإنهم ما كانوا فقط يسبون ويشتمون، وإنما يطعنون في الأعراض في كثير من الأحيان. حينما تشتهر هذه الكلمة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا في شأن عمرو بن العاص لعنه الله، ابن النابغة مثلا، إلى غيرها من كلمات قد لا يكون ملائما الآن ذكرها كلها، فهذه بمجموعها تشير إلينا بماذا؟ أنه في أحيان معينة يكون كسر الباطل متوقفا على مثل هذا السب والشتم، ولو لكسر القيد وفتح المجال أمام الاجتراء على هؤلاء، فإن الاجتراء على هؤلاء مقدمة لتثبيت البراءة منهم. وهذا الذي جربناه نحن، وهو ماثل شاخص أمام أعيننا، يفيد صدق الذي نقول وصحة ما جاءنا عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. فإنا جربنا هذا الأمر، وجربنا إعلان البراءة بمصاديقها المتنوعة من كل ما يخطر على البال وما لا يخطر، وبما في ذلك النيل والتنديد من أعداء الله عز وجل، حتى بمثل السب والهجاء، وحتى تنظيم الحفلات أو الاحتفالات. فوجدنا لذلك أثرا عظيما في انبعاث تيار البراءة من جديد في هذه الأمة. هؤلاء المتشيعون المهتدون دونكم، اسمعوا لهم وأنصتوا، كيف يروون لكم
أسباب تشيعهم حين سمعوا منا هذا الجهر وهذا النيل، وثم التفتوا فتأملوا في موجباته وأسبابه فاهتدوا بحمد الله تعالى، وتجدونهم اليوم من أصلب الناس في موالاة آل محمد عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. فإذا نقول هكذا: أولا، نعم، قد يتوقف أمر إعلان البراءة على مثل هذه المصادق، لأنه لا يمكن إعلانها إلا بمثل هذه المصادق، ومن جملتها السب والشتم أو التنديد والنيل والهجاء وما شاكل. أما التذرع بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذه ذريعة لا ينبغي أن يتذرع بها متفقه. نعم، إن الإمام عليه الصلاة والسلام قال، وهذا ناقشناه مفصلا في تحرير الإنسان الشيعي، قال عطفا على هذه الآية الكريمة وتأسيسا عليها: فلا تسبوا أعداء الله حيث يسمعونكم فتكونوا قد سببتم أولياء الله، لأنهم يردون بالمثل، مضمون الرواية، وروايات أخرى بهذا المضمون أيضا، أنه ولتعلموا حد سبكم لله ما هو، إنه من استسب لله وليا فقد سب الله عز وجل. هذا كله صحيح، ولكن نقول إنه لا ينبغي تعميم هذا الفرض على سائر الفروض الأخر. فتارة أنت تجد فيما لو سببت عدوا لله عز وجل فإن العدو هذا أو وليه سيسب ولي الله، ففي هذا الفرض يحرم، لا مطلقا. وهنالك كلمة قريبة لسماحة السيد المرجع دام ظله في هذا المضمون، وقال بأنه لا حرمة لسب هؤلاء مطلقا حتى في كتاب الله عز وجل في إحدى خطاباته الأخيرة دام ظله. لو تأملنا في هذه الآية الكريمة لوجدنا فيها ثلاثة قيود الحكم بحرمة السب. أما القيد الأول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، إذن لابد من ردة فعل مماثلة، فلو لم تكن ردة الفعل هذه مماثلة لا فلا حرمة، كما هو الحال إجمالا في زماننا. فنحن حين ننال مثلا من عمر بن الخطاب على سبيل المثال، لا نجد المخالف إلا الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يشكل ظاهرة للحكم بالحرمة العامة أو الحرمة المطلقة في مثل هذا الزمان. لا نجد المخالف العادي يرد علينا بسب أمير المؤمنين مثلا صلوات الله عليه. نعم، كان هذا في أزمان بني أمية، كان في أزمان بني العباس، صحيح، بعض الأزمان نعم. أما الآن في هذا الزمان، الآن تروح في وسط المخالفين تسب حتى عائشة مثلا، ما ترد عليك المرأة البكرية أو الإنسان البكري، ما يرد عليك بسب فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. الشاذ لا يقاس عليه، إحنا كلامنا كظاهرة، لأن الخطاب عام فالحكم متعلق بموضوعه العام أيضا. فإذا هذا القيد الأول لابد من أن يلتفت إليه، فيسب الله عدوا. هذا القيد الثاني، تفقه لازم يصير وتدبر في الآية الكريمة. عدوا يعني ماذا؟ يعني إخراج من حالة سابقة إلى حالة جديدة، إلى طور جديد. فلو افترضنا أنه كان المخالف يسب تلقائيا، سواء نلنا أم لم ننل، سببنا أم لم نسب، تكلمنا أم سكتنا، صار واضح هو ماشي في منهاجه، فحين ذاك لا حرمة أيضا. لماذا؟ لأنه صفة العدو لم تتحقق، هو أساسا يعني ماض في منهاجه في سب أولياء الله عز وجل، كما في بعض مثلا أزمنة بني أمية 80 سنة كانوا يسبون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فيولد شخص في ذلك الزمان ويراهم يسبون أمير المؤمنين على المنابر، فهو يسب في المقابل من رموزهم، يسب معاوية، يسب يزيد، يسب أبا سفيان، يسب عمر ويسب عثمان ويسب عائشة ويسب اللي أكل اللي ماكو، شنو المشكلة؟
أنتم أصلا لاحظوا المفارقة الآن، أي واحد إذا يقوم على المنبر كمصداق من مصاديق البراءة الجهرية يسب يزيد مثلا، لا أحد يشكل عليه. يسب معاوية ما حد يشكل عليه، بالعكس الناس تمتدحه وتقبل يده، يقول نعمة ما صنعت، ولا يقال له هذا الكلام أنه هل يتوقف أمر إعلان البراءة على سب أعداء الله، علما أن الآية الكريمة تقول هكذا وأمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول هكذا. هذا البحث أصلا لا يطرح في خصوص معاوية ويزيد مثلا. لماذا؟ شنو السبب؟ إذا كان الأمر من الجهة الشرعية له حرمة مطلقة، أو لا يتوقف عليه أمر الجهر بالبراءة، أو أنه أساسا مناف للأخلاق والمروءة الإسلامية، فإذا ينبغي أن يعمم حتى على مثل يزيد والشمر أيضا. فما بالكم تسمحون بسب هؤلاء ولكن لا تسمحون بسب أولئك وتتذرعون الأعذار أو الذرائع. هنا تصبح هذه الذرائع ليست منظورة في المقام، لابد أن ينظر إلى ماذا؟ إلى أنه ما هو الفارق بين هذا العدو وهذا العدو، علما أن ذاك أكثر عداء، أبو بكر وعمر وعائشة أكثر عداء في حكم أهل البيت عليهم السلام من مثل معاوية ويزيد والشمر. حتى ينظر إلى موضوع آخر كان يقال المصلحة العامة مثلا، لأن هؤلاء لهم من يقدسهم ويحترمهم، أولئك ليس لهم مثل هذا القدر من الناس يحترمونهم. هذا صحيح نناقش فيه، نناقش فيه وننتصر فيه، ولكن أن شوفوا أن تستدعى تلك الآيات والروايات وكأنها يخص بها جماعة من المنافقين ومن أعداء الله ورسوله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام للحكم بحرمة سبهم أو ثلبهم دون الآخرين، فهذا ليس من الفقاهة في شيء. هذا فليكن متضحا. إذن هذا القيد الثاني، عدوا، فإذا لم يتعد لم تكن هنالك حالة سابقة كان ساكتا فيها المخالف ثم بسبب سبك لرموزه تعدى، فلا حرمة أيضا على هذا القيد الثاني. والقيد الثالث مهم، عدوا بغير علم، يعني شنو؟ جاهل، كان جاهلا، يعني أنت تستفز الجاهل لكي تجعله بسبب سبك هذا تجعله يبتعد عن الحق أكثر. أنت ترى ردة الفعل ماذا؟ ردة عكسية، ردة فعل عكسية، لا فائدة إذن في مثل هذا السب، ونحن ضد هذا النوع من السب قطعا، لأنه إنما يسب حين ذاك أئمتنا مثلا ورموزنا صلوات الله عليهم بغير علم بغير التفات. أما نفرض لا، أنه سب وعدوا لكن بعلم، فيحرم؟ لا يحرم. ومثاله الواضح الصريح الأكيد هو ماذا؟ ما صنعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فإن معاوية لعنه الله وحزبه فيما بعد التحكيم لم يكن يلعن عليا ولا يسبه في صلاته، ولم يأمر بذلك ولاته وقادة جنده، ولم يربي على ذلك شعبه أو أولياءه وأصحابه، إنما بدأ ذلك لما استفزه أمير المؤمنين، بلغه، اقرأوا التواريخ، هاي موجود تواريخنا وتواريخ المخالفين على السواء، أن أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة قام فصلى بالناس وقنت لاعنا معاوية وعمر بن العاص ومروان و منه بعد أبو موسى الأشعري ومجموعة لعنهم، زين أبو الأعور السلمي، مجموعة لعنهم، كان يقنط عليهم أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة، في الصلاة يلعنهم، اللهم لعن معاوية، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن مروان، اللهم لعن فلان فلان فلان. فبلغ الأمر معاوية، بلغ الأمر معاوية فرد على أمير المؤمنين بالمثل، مثل ما تلعننا احنا نلعنك، فقنت على علي والحسن والحسين صلوات الله عليه. ومنذ ذلك الحين جرت سنة بني أمية 80 سنة
في لعن علي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وكان ذلك بسبب علي وأهل البيت. هم من بدأوا. تأملوا في التاريخ جيدا، تحملون المسؤولية أمير المؤمنين، تقولون ليش صنع هكذا؟ ما يعرف أمير المؤمنين حكم هذه الآية؟ سؤال، يعني أمير المؤمنين ما يعرف الغيب، ما يعرف المستقبل ماذا سيحصل؟ هو يعرف أنه بعدين الحكم راح يصير لبني أمية، معاوية راح يستلم كل شيء. طيب ليش إذن أنا استفز من الآن وأتركه بعد ذلك يلعننا 80 سنة يطول، فضلا عن تداعياتها ومضاعفاتها؟ وبعد تعرفون بعد يعني أجيال كاملة شبت على ماذا؟ على بغض أمير المؤمنين عليه السلام. كافر لا يصلي كانوا يقولون أبو ترى. أمير المؤمنين كان عالما بأن هذا سيحصل، ولكن كان يتوقف أمر تثبيت الشرخ المهم بين جبهة أهل البيت عليهم السلام وجبهة الأمويين على مثل هذا الموقف. وأمير المؤمنين كان عالم أنه هذا سيستمر فيما بعد 80 سنة، لكن بالنتيجة سيعود الزمان من جديد، وإذا بعلي ينتصر فتصبح السنة العلوية ماضية والسنة الأموية منقرضة. الآن انقرضت سنة الأمويين في لعن علي بن أبي طالب. منو الآن في صلاة أو على المنابر يلعن علي بن أبي طالب؟ منو؟ قل لي. ماكو. أما على المنابر وفي الصلوات ما زالت سنة أمير المؤمنين عليه السلام في لعن من؟ معاوية وعائشة وحفصة وأبي بكر وعمر. للعلم عندنا هم روايات أمير المؤمنين كان في القنوت يلعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان في القنوت، في قنوت الصلاة استمرت هذه السنة. يعني بغير ذلك لا يمكن تثبيت حقيقة للتاريخ لأجيال 1400 سنة تستمر. ترى ما كان يمكن تثبيتها. أمير المؤمنين انتصر. طيب أمير المؤمنين ما يعرف حكم هذه الآية؟ يعرف، ولكن ها هنا مع أنه القيد الأول موجود، يعني هو بدأ بسبهم فردوا عليه، زين فسبوهم. قيد الثاني عدوا، صحيح ما كانوا يسبون، لا أقل في الصلاة وعلى المنابر في خطبة الجمعة خطبة العيد، فهم عادوا، اعتدوا، خرجوا من حالة سابقة إلى حالة جديدة. ولكن القيد الثالث مو موجود، مو بغير علم، بعلم. يعني معاوية بعلم سب عليا، مو جاهل. معاوية يعرف مقام علي ويعرف فضل علي ويعرف مناقب علي عليه السلام ويعرف حرمة علي في الإسلام وأنها حرمة رسول الله وحرمة الله تبارك وتعالى، ولكن ماذا؟ عنادا فعل. فإذا مو مهم، ليس مهما أن تستسب أولياء الله عز وجل من مثل المعاند، مو مهم، إذا كان هنالك مصلحة من وراء ذلك للطرف الثالث أن يعرف الموقف الحق، مو مهم. أنا الآن قد أجلس مع العرعور مثلا وأسب رموزه وأئمة وأولياء أو عائشة أطببها بالتواليت مثل ما يقولون، مو الشكل، ولا يهمني ماذا يرد، حتى وإن نال من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، ما يهمني. أعرف أني مجاز، فقهيا مجاز، لأن هذا مو بغير علم، هذا ليس بغير علم. طيب إذا كنت لوحدي جالس معه لا صلاح في ذلك لا شك، لكن إذا كنت طرف ثالث وهذا الطرف الثالث يتوجه إليه خطابان، خطاب من المسلم الموالي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام المتفق على جلالتهم بأن هؤلاء الآخرون ملعونون، وخطاب آخر من مثل عرعور أو غير عرعور يسب أهل البيت عليهم السلام عدوا وبعلم لا بغير علم. يعني العرعور يعرف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهو يدعي أنه ماذا يحترم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فذاك سقوط للعرعور لا سقوط لي، مصلحة قدمناها لأئمتنا عليهم السلام وليس العكس. تفصيل هذه المباحث في تحرير الإنسان الشيعي. فإذا أولا التذرع أو اللواذ أو الملاوذة بمثل هذه الآية الكريمة هذا لا ينفع، بمثل ما موجود هذه الآية الكريمة في القرآن التي تنهى عن سب آلهة المشركين وأصنامهم، جاءت آية أخرى أيضا سبت آلهة المشركين ونالت منهم.
إنكم وما تعبدون من دون الله شنو؟ حصب جهنم. خلاص يلا يقول له إنكم وما تعبدون، يعني رموزكم المقدسة اللات والعزى الذين نهي المسلمون ماذا؟ عن سبهم. الله عز وجل نال منهم سبهم من جهة أخرى. هم كانوا يعتبرون، المشركون كانوا يعتبرون ذلك سبا. هسه أنت تناقش تقول لا حصب جهنم مو سب، خلاص يلا أنت هسه قول مو سب، قول عمر حصب جهنم، خلاص اتفق ما صار سب، يعني قضية يعني ارتاحنا الحمد لله. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا التذرع. شنو الحديث في ناجي البلاغة؟ مو هو قال له شنو ناجي البلاغة عندما سمع أمير أكره لكم أن تكونوا سبابين قوما من الشام يسمع. أولا يا أخانا الكريم، هذا أيضا ناقشناه في الليالي الحسينية باستفاضة، وقلنا أولا من المعيب أنه نستدل بمثل هذه الرواية دون التأمل أولا في الميزان، ميزان القوة بينها وبين ما يعارضها لا أقل في نفس نهج البلاغة. يعني مثلا هنا في هذه الرواية في نهج البلاغة نهى عن سب أهل الشام، صحيح؟ زين، ولو تتبعت هذه الرواية المدرجة في نهج البلاغة تتبعت أنها من أي طريق لعلمت أنها من طرق المخالفين ليست من طرقنا للعلم، ومع ذلك نحن نقبل بها لا مانع لا مشكلة لأننا نجعلها قضية خارجية، ولكن نقول هكذا من المعيب أنه ننظر إلى هذه الصفحة ولا نقلب كم صفحة في نهج البلاغة حتى نشوف. اقلب شوية كم صفحة، روح إلى الخطبة رقم 242 من نهج البلاغة أيضا بعنوان ومن خطبة له عليه السلام في شأن الحكمين وذم أهل الشام. شوف شنو يقول، شوف شوف يعني أمير المؤمنين الذي نهى عن سب أهل الشام كيف الآن يسب أهل الشام، شوف ماذا يقول عنهم: جفاة طغام وعبيد أقزام جمعوا من كل أوب وتلقطوا من كل شوب، إلى آخر كلامه. جفاة شنو؟ طغام يعني سفلة، طغام يعني سفلة، عبيد أقزام يعني أراذل، صار واضح؟ جمعوا من كل أوب وتلقطوا من كل شوب، يعني طعن في الأعراض، يقول هذول ليس لهم أنساب صحيحة، أنسابهم ماذا؟ شائبة، أبناء عواهر، أبناء زواني، أبناء كذا. زين هذا وين؟ أينك عنه في نهج البلاغة؟ هذا بنهج البلاغة، هذا بنهج البلاغة. وإذا أردت أن توازن لوجدت هذه ترجح على تلك. لماذا؟ هذه من طرقنا نحن الشيعية، نهج البلاغة مثل ما أخذ من طرقنا أخذ من طرق مخالفينا، تلك من طرق مخالفينا، صار واضح؟ هذه من طرقنا، على ما ببالي هذه من طريق الكليني أصلا في الرسائل موجودة، صار واضح؟ أمير المؤمنين صراحة ينال من أهل الشام ويسب أهل الشام ويصفهم بالجفاة الطغام والعبيد الأقزام الذين جمعوا من كل أوب وتلقطوا من شوب، إلى آخر الخطبة كلوان بها يعني طعنات كثيرة. طيب شلون أمير المؤمنين ينهى عن شيء وهو يصنعه بنفسه؟ إما تطرح إحديهما ولا سبيل إلا طرح الأضعف وهو من طرق المخالفين بطبيعة الحال، تأخذ بما هو من طرقنا، وإما أن تجمع بينهما بنحو من أنحاء فتقول إن ذلك النهي كان نهيا مؤقتا حمولا على قضية خارجية في ظرف خاص، وإلا فالأصل أنه لا حرمة للطائفة الباغية، لا حرمة لها ولا لأفرادها، وإما أن تجمع بنحو آخر فتقول إن ذلك النهي كان يخص من؟ يخص أهل الشام المستضعفين المخدوعين عوام المخالفين من أهل الشام، لا رموز الضلالة لأهل الشام. يعني أمير المؤمنين عليه السلام ما نهى عن سب مثل معاوية، ولا نهى عن سب عمرو بن العاص، ولا نهى عن سب مثل مروان وأمثال هؤلاء الرموز الكبار، بل على العكس هو سبهم ونال منهم وهجاهم وحقرهم وقدح حتى في أعراضهم، موجودة الروايات تملأ الخافقين. هذا نحو من أنحاء الجمع، هذا صحيح، هكذا يكون التفقه إخواني. القضية مو كثرة حتى كل واحد هالشكل، ببساطة
يتشبث برواية وخلص في أمان الله. وثم هذه المباحث كلها من سنوات إحنا طرحناها، لماذا لا تقرؤون وتسمعون جيدا؟ يخرج هذا فلان أو فلان هنا أو هناك بالونات أغي بالون يخرج، فشنو يقول؟ يطلع لكم كلام اللي إحنا مناقشينه ورادين عليه من سنوات، يطلعون هذا الحكي حتى يصرفونكم عن هذا المنهج. هذا مو صحيح، هذا ليس صحيحا. شنو الأمر الثالث؟ قال أمر ثالث هم أيضا هو تطرق إلى رواية الإمام الصادق إياكم وسب أعداء الله، حيث يسمعهم ضمن الجواب الأول هم موجود. بعدين الأمر الأخير قال هل هناك ظروف معينة تستدعي السب العنوان تارة والأسماء تارة أخرى؟ نعم الشيخنا بثلاث دقائق لأن في صلاة ماكو وقت بعد. خلص نقول عموما إجمالا نعم، وهذا كله تفصيله إن شاء الله تعالى في تحرير الإنسان الشيعي. بس شو خلاصة الكلام هذا؟ أنه إذا كان أمر تمييز الحق عن الباطل متوقفا على مثل سب الاسم لا فقط سب العنوان، فنعم يعني المصداق لابد أن تنسفه نسفا، مصداق أهل الكفر أهل النفاق أهل الضلالة يتوقف على ذلك، عليك أن تمضي ما عندك حل. مثلما القرآن مضى تبت يدا أبي لهب وتب، ما اكتفى بالعنوان، راح عدل هالشكل عدل على رأسه. لماذا كان الأمر يتطلب ذلك مع أنه استمر في كتاب الله عز وجل أنا الليل أطراف النهار الناس يصلون ما زالوا يدعون على أبي لهب، مع أنه أبو لهب ذهب وولى وبليت عظامه وراح إلى جهنم وماكو أحد الآن لهبي يعني تابع منهج أبي لهب. أما المشكلة عندك بكري عندك عمري شو تسوي؟ أحسن سماحة الشيخ، تقريبا السؤال الأخير من حسن المغرب يرتبط بهذا السؤال، لماذا تسبون عمر وأبا بكر وأنزل الله فيهم؟ لأنهم منافقون. هذا ما أنزل الله فيهم يا أخ حسن من المغرب، الله ما أنزل فيهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لا بالعكس أنزل فيهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذه نزلت فيهم. راجع إن شاء الله أتحصل. أحسن سمعت الشيخ، طيب الله أنفاسكم. أعزائي المشاهدين هذا ما لدينا اليوم، وما بقي لي إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن.